على مدار سنين طويلة من ساعة تكوين أول فريق للكورة بالنادي الأهلي لعب ليه المئات بل آلاف اللاعبين، لكن 50 منهم بس تقريباً حملوا شارة الكابتن، وكان من بينهم بل ومن أبرزهم حسام غالي. شخصية غالي القيادية في الملعب كان لازم يكون ليها دور ضمن الكوادر اللي بتصنعها مدرسة الإدارة الرائدة في القلعة الحمراء للمستقبل، وعلشان كده ما كانش مفاجأة أبداً أنه يدخل ضمن قائمة الخطيب كعضو مجلس إدارة في الانتخابات المقبلة. الكارير الإداري للكابيتانو بدأ بعد اعتزاله من 3.5 سنين تقريباً، لما اختاروا كابتن محمود الخطيب علشان يكون منسق لقطاع الكورة في النادي، وبعدها اتجه للعمل كمدير للكورة بنادي الجونة بناء على رغبة صديقه نادر شوقي، وعمل نجاحات هائلة على مدار موسمين. الكابيتانو العاشق للأهلي حتى النخاع رجع بيته تاني في مايو اللي فات كعضو في شركة كرة القدم مع القطبين الكبيرين ياسين منصور ومصطفى مراد فهمي، علشان يكمل مسيرة العطاء والحب للأهلي وجمهوره اللي شايف فيه امتداد لأساطير النادي زي التتش وصالح سليم وحسن حمدي والخطيب وغيرهم. الثقة في غالي وقدراته تجاوزت حدود النادي ووصلت كمان للدولة المصرية نفسها، لما اختاروا السيد رئيس الجمهورية في يناير اللي فات ضمن الأعضاء المعينين بمجلس النواب، ومش كده وبس، ده كمان انتخب كوكيل للجنة الشباب والرياضة بالمجلس في أكتوبر اللي فات، علشان يثبت انه شخصية استثنائية في الرياضة المصرية عموما وكرة القدم بشكل خاص. منورنا يا كابيتانو. ربنا يخليك يا كابتن شوبير. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو تمام التمام؟ كله تمام. ست النائب ولا الكابتن؟ كابيتانو. كابيتانو ها؟ تحب الكابيتانو؟ جدا. احنا كلنا يعني مهما وصلنا لمناصب او القاب، لكن حتة الملعب دي طبعاً. طبعا لا تعوض. اه طبعا. اه. عشت معظم حياتك في الملعب يعني احنا بدأت كورة 8 سنين. ثمان سنين. بدأت فين؟ في بيالة في كفر الشيخ. كده رحت الأهلي عند 14 سنة. من 14 جيت سنة. جيت من بيالة كده لوحدك؟ لا مش لوحدي طبعا. كان في كابتن ميمي الشربيني، وكان في حد طبعا في كفر الشيخ. لا شافوك ازاي؟ شافني كابتن رفعت الزواوي من كفر الشيخ. وبعد كده هو كان كابتن شربيني بيدربه في دمياط. كان لعيب. أيوه. برضو رفعت الزواوي كان لعيب كورة يعني في بلعف دمياط، وبعد كده كابتن شربيني كان مدربه. فكابتن شربيني كان مدير قطاع الناشئين ساعتها في مزبوط. في الفترة دي فكابتن رفعت ترشحني ان انا اروح اختبارات النادي الاهلي. جيت وانا عند 14 سنة النادي الاهلي. واعتزلت 38 سنة، فقعدت يعني 20 سنة جوه النادي الاهلي. يعني خروجاتك توتنهام، ليرز البلجيكي، النصر السعودي، كل ده كان بتبقى عبارة عن محطات سريعة، لكن العودة تاني للنادي الأهلي. وانت برا كان دايما النادي الأهلي في خيالك في بالك، مش قادر يعني تتخيل حتة البعد عن النادي الأهلي؟ أكيد طبعا كنت على اتصال دايما بالنادي. أي أجازة في أجازة كنت بنزل القاهرة، كنت بروح على طول على النادي الأهلي. بتمرن باستمرار في مع النادي. كان طبعا مانويل جوزيه كان بيسمح لي أن أنا أتمرن مع الفرقة باستمرار. مفيش أجازة غالبا يعني تقريبا جيتها من غير ما اتمرن مع النادي يعني. فدايما كان ارتباطي. حتى وانت في توتنهام؟ اه طبعا كان ارتباطي بالنادي كبير جدا. كنت دايما برجع. ايه سر الرابطه دي؟ لا انا اصلا قبل الملعب في الاهلي اهلاوي شديد يعني، اللي هو بعيط بالدموع لو الاهلي خسر وبتأثر طبعا قبل ما العب في النادي الاهلي. فانا اصلا اهلاوي. فلعبي في النادي وارتباطي بالناس وارتباطي بالجمهور واللعيبه وبنيت شخصيتي كلها جوه جدران النادي الاهلي، فطبعا ارتباط ابدي يعني. وانت صغير كنت متخيل انه مسيرتك هتبقى كده؟ ما كنتش متخيل كده، بس كنت بحلم دايما بكده. تحلم دايما؟ كنت بحلم بكده يعني. عارف حضرتك احلام اليقظه دي، ان فكرك دايما باستمرار. كنا بقى في يعني اي رحله، اتوبيس،
في عربيه وانت رايح مسافر، فدايما تفتكر بقى انا بعمل ايه وعايز العب في الاهلي واحترف واخد جوائز فرديه. ده وانت بيلا وانت عيل صغير. وانا عيل صغير وفضلت معايا باستمرار وانا كبير، يعني كنت يعني في اثناء سن المراهقه الناس تسمع اغاني واغاني تفتكر بقى بتحب وحبيبه وبتاع. انا كنت بحلم واتخيل الكوره في دماغي وحقق بطولات ازاي مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي او عامه كجوائز فرديه واحتراف، بس من خلال النادي الاهلي. من خلال النادي الاهلي طبعا. طبعا يعني انا جيت الاهلي كان عندي تقريبا 15 سنه او 16 سنه، كان كابتن محمد رمضان هو مدير قطاع الناشئين. نعم. وعملوا دمج للفرق. مظبوط. فدمجوا حوالي اربع فرق في فرقتين هيلعبوا دوري منطقه ودوري جمهوريه. انا قلت الناس حواليا انا لو قعدت السنه دي كمان سنتين بالظبط العب فيرستين في النادي الاهلي. وانت صغير كده وانا عندي 16 سنه. كان اصلا منافسه صعبه جدا يعني. كان في نجوم كبار قوي واكبر مني في السن. كان دمج فريق 81 و80 و79 و78 و77 اللي هم يعني جيل اكبر مننا بكتير في فرقتين بس. يعملوا فرقه سوري يعملوا فرقه واحده يلعبوا بطولتين. فالحمد لله تم اختياري وقعدت وبعد سنتين لعبت. تم اختيارك بصعوبه ولا ما كانش فيه مشاكل؟ يعني كنت مهدد ان انت تمشي من النادي؟ كنت مهدد طبعا فعلا. طبعا كان منافسه شرسه يعني. بس انا كان اللي شفع لي ان انا صغير في السن 16 سنه وبادي وبنافس مع اللعيبه كبار ولعيبه تقال يعني في النادي الاهلي بالشكل ده. كنت محظوظ بالكابتن شربيني اكيد طبعا. كنت محظوظ تاني؟ كنت محظوظ تاني بمحمد رمضان؟ ولا مين من المدربين؟ من المدربين في النادي الاهلي؟ يعني الكابتن ميمي الشربيني كان عامل لي دعم في النادي. بس هو ما طولش. قعد سنه ومشي. انا كنت محظوظ بالناس اللي موجوده كلها يعني. كابتن طارق سليم كنت محظوظ بيه جدا. كابتن علي عبد الصادق كنت محظوظ بيه جدا. كابتن مختار. كابتن شطه دربني برضو. كنت محظوظ لا مين بيه جدا. مين قال الواد ده جاي؟ كلهم كانوا بيقولوا ده الواد ده جاي، بس كان في شويه ضغط باستمرار عليا عشان يعني يطوروا من ادائي يخلوني احسن. بس اول حد قال ده هيلعب فيرست تيم تقريبا الدكتور عمرو ابو المجد. دكتور عمرو ابو المجد واللي رشحني ان العب فيرست تيم كان عمو جمعه سرحان طبعا. حضرتك عارف طبعا وكل الناس اللي متربيه في النادي الاهلي. جمعه سرحان ده يا جماعه كان اداري كل فرق الناشئين، راجل الاسمراني النوبي الجميل اللي افضله على الجميع. بالظبط. اجمل واحد من اجمل الناس في النادي الاهلي في الشخصيات النادي الاهلي طبعا. ربنا يرحمه يعني. ده راح قال للناس في الفيرست تيم وده في الدرجه الاولى ان عصام غالي ده لعيب كويس في الناشئين. عندنا لعيب كويس. 16 سنه. وانا عندي 18 سنه. 18 سنه. والدكتور عمرو بالمجد زكى الموضوع ده وفعلا طلعت وانا عندي 18 سنه فريق الاول مع راينارد سوبل. الدكتور عمرو ده افضله علينا جميعا يعني. طبعا طبعا. امتى حسيت ان حلم الولد الصغير حسام غالي قرب يبقى حقيقه؟ من اول ما اتصعدت. من اول ما اتصعدت. من اول ما اتصعدت يا كابتن انا شخصيتي ما بقى يعني عندي اصرار رهيب يعني. انا كنت يمكن انا حكيت المواضيع دي الناس تحب تسمع تاني. حكيت المواضيع دي قبل كده بس انا كنت بخاف اطلع على عارف حضرتك لما بتلعب تجري وتعمل مجهود بتتعب او بتنهج شويه. انا كنت بخاف انهج لحد يقول لي الواد ده مش كويس تعبان اركنوه او نزلوه تحت للدرجه دي. فكنت عندي اصرار ومركز جدا في الكوره ان انا ان شاء الله ابقى حاجه كويسه. وكنت بتعب على نفسي جدا يعني. من اول انا عندي 15 سنه طبعا كنت كابتن محمد ابو العيله بوجهه برضو الشكر من خلال برنامج حضرتك هنا. انا كنت بايت في الجيم عند الكابتن ابو العيله من وانا عندي 15 سنه. فلعيب من صغرك كده وانت صغير بتروح الجيم. كان النادي جايب لك سكن في مدينه نصر. كنت في مدينه نصر. وكنت بروح الجيم ولا باستمرار. قعدت في الاستراحه الاول شويه؟ لا قعدت. انا قعدت في كتير قوي. قعدت كتير. قعدت في المانيال شويه. قعدت في مدينه نصر شويه. في المانيال في سعيد ذو الفقار برضو مش فاكر. لا يعني اسمه ايه عند السينما فتن حمامه. اوكي عند الروضه. ايوه. وفي مدينه نصر شويه. قعدت طبعا في استراحه الناشئين بعد ما عملوها
في عهد الكابتن محمد رمضان. نعم. قعدت شويه لغايه ما اتصعدت فيرست تيم، وبعد كده قعدت في الدقي، قعدت في حتت كل كتير. ده قعدت بتلف. قعدت الف في القاهره. كنت لوحدك ولا الاسره جت؟ لا كنت لوحدي، يعني اسرتي جت بعد ما ابويا توفى الله يرحمه. جم الوالده بقى والباقي اخواتي. اخواتي كانت اختي كانت بتدرس هنا في في القاهره، فكانت جنبي باستمرار. يعني الحاجات دي صنعت شخصيه حسام غالي؟ اكيد 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 طبعا. اعتماد على نفسك من وانت عندك 14 سنه، مفيش حد حواليك، مفيش واسطه، مفيش حد يوجهك. فبتاخد كل حاجه انت بقى يعني بتتعلم المواقف اللي بتتعرض لها باستمرار. تتمرن في مدرب انت مش عاجبه، بتكتم. حصل في كتير. انا كنت كتير جدا. انا كنت بطلع تقسيمات الناشئين، كنت بطلع بره التقسيمات، ما كنتش بخش. ياه. كنت ببكي بالدموع وانا بلف الملعب، يعني اللي هو عايز العب كوره. تقسيمه الناشئين الفرقه اللي انت فيها، انت مش موجود في ال22. مش موجود في الناشئين. تعيط وانت بتلف وانا بلف يعني. يسال عن الكلام ده الكابتن كمال عبد الواحد. فلا كان ابو عمر كمال عبد عمري. بالظبط. كان ساعتها ماسك في النادي الاهلي في الناشئين، خلي بالكم. صح. ما خدتش حاجه سهله يا كابتن شوبير، يعني كان الموضوع صعب جدا جدا يعني. وما استسلمتش وما زهقتش، وكنت بحط كل همي في التدريب، ازاي اطور من نفسي. يعني طفل جاي لسه مع طفل. يعني عندي موهبه. ربنا اداني موهبه. انت عارف، انت حاسس ان عندك موهبه. الحمد لله يعني. عندي موهبه والناس اللي حواليا بتقول يعني جدا. لكن في الموهبه لوحدها مش كفايه بقى. في حاجات كتير لازم تعملها عشان توصل. زي ايه؟ لا تتمرن كويس جدا وتعوض بقى النواقص اللي كانت عندك. انت جاي من بيله، ولا في فتنس ولا في جيم ولا في تكوين عضلي ولا في حاجه فطريه. مفيش الكلام ده. انت حريف بس يعني. بس بيقولوا انك حريف. بيقولوا بيقولوا انك حريف. ايوه بيقولوا ان انا حريف بس. فكل ده بتشتغل على نفسك من اول وجديد. يعني ما كنتش راضي، او انا ما كنتش مكتفي ان انا لعيب موهوب بس. لا، عايز ادافع كويس، وعايز ابقى قوي، وعايز ابقى سريع، وعايز ابقى عندي جامب عالي، عايز كل ده. فبدات اشتغل على نفسي من وانا صغير لغايه ما الحمد لله ربنا كرمني وعملت كارير كويس الحمد لله. جميل انك تبقى مؤمن بحلمك طبعا وبتدافع عنه، بس الاجمل ان يكون في حد مؤمن بالحلم ده. مين أكيد. كان جنبك مؤمن بحلم حسام غالي، سواء كان مدرب او زميل او اداري او اي حد؟ اللي كان عند مؤمن بيا تماما كابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي الشربيني تماما، وتعرض للضغوطات هو. طبعا هو. yeah. كابتن، الناس يعني المدربين يقولوا له انت ايه الواد ده، انت جايبه ليه، وانت مقيده ليه، وفي ايه. يعني اتعرض لانتقادات كتيره جدا. جدا. انا كنت بروح استلم لبس مع الفرقه اللي انا بتمرن معاها، يقول لي اسمك مش في الكشف. يا نهار ابيض. والله الحاجات دي حصلت. بتبقى مشاعرك ايه ساعتها؟ لا يعني تخيل. عايز. تخيل انت بقى. بتبكي لازم تخيل بقى. وقت طفل 15 سنه. طبعا. وبكره هتيجي. وبكره هتيجي. بكره هتيجي. يعني ما كنتش تستلم اللبس بالفعل؟ ما كنتش بستلم. وتجيب لبسك انت تتمرن بيه؟ لا، ما بعد كده الكابتن شربين اللي الشربين اللي كابتن شربين اللي تديله لبس. بس بتروح يا جماعه فين اللبس؟ انت اسمك مش في الكشف. انت مش هتكمل معانا. لا اسمك مش في الكاش. مش هتكمل. تتمرن وخلاص بقى. انت كمالة عدد. انت علا علينا. كابتن شربيني جايبك هنا واسطة. واسطة. يعني مش متقالش كده. ما بس يعني ما بتقالش كده. انت جاي واسطة. معناها يعني خلاص انت عشان الكابتن شربيني معادينك. بالظبط. كده يعني. بس كنت يعني بتلف وشك وتقول لا هتيجي؟ والله. بجد؟ والله. بلف وشي وبقول هتيجي وبتمرن بجنان يعني. بتجز. جدا. جدا. مفيش حاجه قاستك؟ لا، عمري ما قست. عمرك؟ عمري في حياتي ما قست. من صغرك كنت كده. دايما في تحدي مع نفسي ومع اي حد قدامي يقول لي انت مش كويس مثلا، او انت لا ما تنفعش. كان حد بيقولها لك؟ يعني مش دايما، مش لازم دايركت مسج كده. اللي هو انت مش ما تنفعش، بس تقعد احتياطي. تبقى بره السكور. بره التقسيم. ما تلعبش. بره التقسيم. فدايما في تحدي مع نفسي ومع اللي بيواجهني ده.
ايا كان بقى مدير فني جمهور اصعب تحدي اعلام اصعب تحدي كان مع مين؟ اصعب تحدي اصعب تحدي ممكن مع في فاينورد ان انا كنت رحت يعني هم كانوا عايزيني في الاول من غير اي ترايل من غير اي تجربه كويس بس اللي حصل كنا بننافس على الدوري ساعتها كان بالسنه بتاعت بونفرير اللي خسرنا الدوري في اخر ماتش وكان كابتن علاء عبد الصادق موجود وكابتن طارق سليم في النادي الاهلي كان مديرين كوره وقدمت لهم العرض ان انا جاي لي فاينورد وكان المفروض اروح في يناير بعد البطوله اللي في قطر اللي هي البطوله الاولمبيه للمنتخبات الاولمبيه في قطر فقال لي لا انت ما انسى الكلام ده اخر الموسم احنا بننافس على دوري فيا ريت تركز وسيبك من الموضوع ده حاضر تمام الدوري خلص وبعد كده خسرنا الدوري كابتن ثابت البطل رجع مدير كوره وجهاز جديد توني اوليفييرا وخلاص بقى قلت الكابتن ثابت قدم له عرض تاني وقلت الكابتن ثابت انا عايز امشي عايز اخد تجربه الاحتراف دي ونادي كويس قوي في هولندا كنت 22 سنه حلو ونادي فاينورد ده نادي كبير في هولندا وانا عايز اجرب التجربه دي قال لي بس انت رايح اسبوع اختبارات قلت له انا عارف قال لي دي 50-50 يعني 50% تنجح 50% تفشل قلت له انا عارف انا هروح واجرب قال لي الله يرحمه كنت بموت فيه برضه الله يرحمه كابتن ثابت طبعا شخصيه عظيمه يعني قال لي انت لو حصل لا قدر الله اي حاجه تيجي هنا ازاي ما اسمعش صوتك ما تتكلمش معايا على الاحتراف زي اللي مش هنقولها قلت له كابتن حاضر هروح لو حصل حاجه انا هرجع هنا مش هتكلم تاني ورحت قعدت اسبوع هناك الناس اتبسطت جدا مني وعملت ماتش ودي كنا لعبناه مش فاكر في الدنمارك او السويد مع مان سيتي عملت ماتش كويس وبعد كده الراجل رئيس النادي رجع جيت تفاوض مع النادي الاهلي يعني واشتروني فرايح على اساس ان انا هلعب خلاص اساسي وكنت بشوف نفسي دايما ان انا احسن من الناس اللي في مكاني قعدت 6 شهور ما بلعبش يا نهار ابيض 6 شهور بره دخلت السكور مثلا مرتين وبعد كده بره السكور تماما وبلعب مع السكند تيم فبرضو يعني تجربة أول مرة تسافر بقى بره بلدك مصر ومفيش حد حواليك برضو وما بتلعبش وزهقان وعايز تلعب ولغة غريبة عليك هولندي الناس كلها بتتكلم هولندي حواليك فكنت متضايق جدا فكرت تفسخ وترجع ساعتها؟ فكرت أرجع بس يعني لأ مش عايز أفشل قعدت بتمرن كتير والناس تمشي من ملعب التمرين وانا بتمرن لوحدي في الجيم وكان مار فايك ده المدرب هولندي مدرب كبير يعني ودرب منتخب هولندا ودرب في السعوديه يجي اقول له ما بلعبش ليه يقول لي انت بتعمل ميس باس كتير في التمرين فاركز اكتر في التمرين انا ما بطلعش باس غلط اللي هو يعني لدرجه انك تحت ضغط جوه التمرين اللي هو مش هطلع باس غلط ونقعد تاني مع راجل كان مدير كان التكنيكال دايركتور راجل مقتنع بيا جدا وهو اللي جابني اروح اشتكي له ما بلعبش ليه يقول لي اصبر واستحمل واتمرن فضلت اسبوع ما بطلعش الكوره من رجلي غلط في التمرين وفي نهايه الاسبوع هنقعد في ميتنج بيني انا والراجل ووكيل اعمالي كان تون واحد هولندي والتكنيكال او سبورت دايركتور في اليوم ده اتقطعت مني كورتين يا ده الحظ طلع في الميتنج قال ما انت النهارده حصل ايه توتال بقيت الاسبوع ايه فالراجل كان يعني بعدني جدا عن حساباته ومركز جدا مع الناس اللي كانت بتلعب في نص الملعب من الهولنديين كانوا وكان في حد من تشيلي لغايه ما بالصدفه رايحين نلعب ماتش بريده ناك بريده تقريبا وكل اللي بيلعب مكاني عيه كلهم
كله ده. يعني كان في ناس مصابه اه وفي حد هيلعب جاي هيلعب في الماتش الصبح. احنا بنروح كنا بنروح نسافر في نفس اليوم نلعب الماتش ونرجع. أي. عشان هولندا كلها قريبه من بعض ده صحيح. اتوبيس يعني 40 دقيقه مثلا نروح نلعب الماتش ونرجع. فاللي هيلعب مكاني ده عيي جاله برد مفيش غيري كل الطرق تؤدي لحسن غالي بعد 6 شهور عذاب ومفيش بس هو في تركيز واصرار وشغال بموت نفسي عشان الفرصه عايز فرصه. كسبنا الماتش ده 3-1 وعملت ماتش كويس جدا وتقريبا اول ماتش نكسبه بره ارضنا الفرقه دي من 7 سنين حاجه كده كمان كسبناهمش عمرنا من فتره اول مره نكسبهم في الماتش ده. ومن ساعتها الحمد لله اخدت فرصتي وما خرجتش بره ملعب لغايه اخر الموسم. طيب نرجع نكمل البدايه مع النادي الاهلي. بالتاكيد بيكون لك اصحاب زملاء في الوقت ده في النادي من الاشبال يعني. مين اللي كان حواليك بقى شايفك يعني لا هو ده اللي جاي انت ابني مستقبل النادي او انت يا صديقي او انت يا زميلي هيبقى لك شان كبير؟ لا ما حدش كان مؤمن الايمان ده اللي انا هو ده يطلع فيرست تيم حتى من زملاتك؟ لا ما كانش حد قوي بيقول لي او ما حدش قالها لي يعني انك هتلعب فيرست تيم وانت انت الوحيد اللي بتقولها لنفسك. هم مقتنعين ان اللعيب ده موهوب بس مش شايفين اللي هي الحته البعيده قوي اللي انا هلعب فيرست تيم في الاهلي وانا مستقبل النادي والكلام ده. الناشئين الاهلي برضو كان فيهم نجوم كبار قوي يعني ده صحيح لعيبه كبيره في سن في مش في سني اكبر مني والجيل بتاع 77 كان لعيبه تقيله وجيل 79 كمان كان و80 بتاع كاس العالم اللي كان في مصر كان لعيبه كبيره يعني فانا كنت لسه بالنسبه لهم صغير يعني. دايما الصعود للفريق الاول بيبقى له رهبه طبعا. شخصيتك اللي بدات وانت صغير فرضتها على الجميع حتى وانت صغير بتتمرن مع الفريق الاول وده ساعد ان قصه الرهبه تخف شويه عليك في الفريق الاول؟ يعني موضوع الرهبه ده انا بنزل بادي اللي عليا وببقى محضر نفسي كويس جدا اللي انا يعني ما ببقاش خايف ان انا استلم كوره والعب تحت ضغط عادي فببقى محضر قوي الموضوع ده من بدري من التمرين بقى في التمرين بتمرن كويس. قبل التمرين للتمرين؟ يعني بتمرن كويس قوي اللي انا بنزل مش 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 قلقان او مش خايف وعندي ثقه في نفسي الحمد لله كويسه فبعمل اللي عليا بره التمرين وفي التمرين عشان كده الرهبه دي مش موجوده او مش مخوفاني يعني. مدرب اللي بدا في الفريق الاول يقول لا انا هعتمد على حسام غالي اعتمد اعتماد كلي هعتمد خلاص هيبقى موجود معايا هيشارك هيبقى له دور في الفريق الاول. هو تسوبل طبعا كان بيديني على فترات كان ماتشات الخفيفة كنت بلعب ليبرو ساعات أول ما طلعت كنت بلعب ليبرو كتير فكنت بلعب بصفة مستمرة. ماتشات التقيلة كنت بقعد احتياطي ساعات تنزل ساعات ما انزلش لكن بدأت تاخد أو الناس تعتمد عليا اعتماد كلي في مكاني اللي هو في نص الملعب في السنة بتاعة ديكسي رغم انها ما كانتش سنة حلوة قوي مع ديكسي وكابتن مختار طبعا كان دايما انت بتعترف بفضل مختار عليك. طبعا كابتن مختار من المدربين الجمال في النادي الاهلي وعلمنا حاجات كتير قوي برضو في الناشئين يعني احنا محظوظين برضو جيلنا ده ان كان في كوكبه من النجوم في النادي في قطاع الناشئين في الاداره او في التدريب خاصه في التدريب حاجه فنيه يعني انه يعلمك حاجه بيعلمك حاجه في التمرين نفسه من ضمنهم الكابتن مختار طبعا كابتن علاء ميهوب كان في كابتن خالد جد الله في اسماء كبيره كان احمد عبد الباقي طبعا بس كابتن احمد عبد الباقي كان في سن اكبر مننا فاحنا كان عندنا نجوم كبيره قوي احنا كمان تبص لهم من فوق يعني مقنع يعني مقنع مدرب طبعاً. نجم يعني قدامك نجم ف مقنع ليك يعني. لكن بيظل مانويل جوزيه علامه فارقه ولا ما كانش ليه علامه كبيره في حياتك؟ لا جدا علامه فارقه طبعا ليا والنادي الاهلي النادي الاهلي ككل طبعا طبعا جوزيه مدربين المحترمين جدا جوه لجوم النادي الاهلي يعني وهو كمان علمني حاجات كتير في مركزي اللي هو الهاف ديفندر اتعلمت منه حاجات كتير قوي يعني جوزيه جدا
حاسس انه كان مدرب مختلف احسن جدا. شخصيه مختلفه، وبعدين قلبه حديد. ياه. اه طبعا هو يجرأك في مدرب يخوفك. انت اي حد بياخد شخصيته من رئيسه في الشغل، مظبوط، سواء كوره او غير كوره يعني. اه فده شخصيته مرعبه يعني، جريء وما بيخافش وهجومي جدا. وفاهم اللعيبه كويس قوي، ما حدش بيضحك عليه بسهوله يعني. فكان لا كان شخصيه صايع كوره زي ما بيقول. جدا. وبرتغالي، فالبرتغاليين كمان قريبين شاطرين مننا وبيفهمونا كويس قوي، عشان كده برضو بينجحوا في مصر كتير يعني. صحيح. مدربين برتغاليين بينجحوا في مصر كتير. مباراه ريال مدريد كانت المباراه رقم كام ليك تقريبا في النادي الاهلي؟ لا كام ما اعرفش بالظبط، بس لعبت قبلها كتير طبعا. لعبت قبلها كتير. كنت اساسي؟ بدات تبقى اساسي؟ بدات العب اساسي. قلت حضرتك في ديكسي ده كان 2000. يعني لعبت مع تسوبل 99، وبعد كده 2000 ديكسي وكابتن مختار مختار، وبعد كده مانويل جوزيه برضو بدا يعتمد على الصغيرين، كنا احنا راجعين من الارجنتين، وبعد كده بدا يعتمد علينا اعتماد كلي. ولد صغير زيك بيلعب مباراه زي ريال مدريد، الناس كلها بتتابعها يعني، وبتوصل وبتنفرد وبترقص وممكن تجيب الجون، ومع ذلك بتباصي. الاول طمعت ان انت تسجل ولا لا؟ ثانيا هل دي كانت ملامح شخصيه حسام غالي انه الفريق يكسب مش مهم ان انا اللي اجيب الجون؟ انا كده يعني. عمري ما كنت لعيب فردي، لعيب جماعي، احب المجموعه يعني. ولو كرة مش هتيجي جول مش انا اللي هجيبها جول يعني، بس حد هيجيبها زي 100% هديها له يجيبها 100%. فهي دي شخصيتي يعني. المحن يعني احيانا بتطارد الواحد حتى في عز نجوميته يعني. البدايات دي نقول عليها كفاح، دمج الفرق دي ممكن تكون محنه، انك ممكن تبقى بره لكن تبقى موجود في النادي، انه انت ما تستلمش اللبس الناس اللي. لكن لما ابقى في عز نجوميتي وتجيلي محنة بتبقى صعبة جدا. لما بتكلم على محنة عزلي او سحب شارة الكابتنة مني، وانا ملء السمع والبصر وانا الناس كلها بتتكلم عني، وبعدين الاقي قرار سحب شارة الكابتنة، امر في غاية الصعوبة جدا. تقولي دلوقتي وبامانة بقى، فكرت تنسحب؟ لا. فكرت تعتزل؟ فكرت تسيب النادي؟ فكرت ما تتمرنش؟ اتعاملت مع الموقف ده ازاي؟ بص، انا عندي برضو كابتن حته كبرياء كده بنت لذينه. ايوه. يعني ممكن لميسه هي تعرفها. اللي هو مهما انت بتعمل فيا انا ثابت، ولو انا من جوايا زعلان ومتضايق عمر ما ابين لك. وتكون بتغلي من عمر ما ابين لك. فدي من اصعب الحاجات ممكن حصلت لي، خاصه لما بتحصل من ناس من اهل بيتك، اللي هو انت جوه البيت معروف انت مين. يعني اكتر يعني ممكن الميديا تقعد تتكلم على حسام غالي ده من هنا لبكره، والناس تصدق بره اللي مش اللي ما تعاملش مع حسام غالي، او الناس تقول اللي هو حسام غالي ده ازاي كده وبيعمل ليه كده وبتاع. لكن اكتر حد يعرف شخصيتك اللي عايش معاك يوميا في التمرين وفي حياتك، وعارف شخصيتك انت. اي حد حواليك بيقيمك فنيا واخلاقيا وشخصيا كل حاجه. ايوه. فما بتيجي من جوه النادي اللي هو احنا قررنا سحب الشارت الكابتنه من حسام غالي، عشان طبعا عمري ما كنت اقصد ان انا اهين الشاره واشوطها اللي هو وارميها، ده بهين الشارت النادي الاهلي. لا، هو كان اعتراض على الموقف اللي احنا كنا ساعتها عايشينه كفريق وكنادي اهلي، ان احنا كنا متراجعين في الدوري وبنحارب عشان نلحق بالزمالك، وكان ماتش حرس الحدود، وكده الحكم اداني انذار في انذار طرد، وكنتش برضو استاهل الطرد ده. فكان رد فعل ان انا مش عايز اطلع، عايز افضل مع فرقتي ومش عايز انقصهم واحد، ودافع مع الفريق للنهايه عشان نقدر نلحق بفريق الزمالك ناخد. نعم. ناخد الدوري يعني، اللي هو طبيعي بنقاتل عليه للاخر يعني. فده كان غضبي. ايوه. فطلع ان رميت الشاره. طلع غير لك في اي حاجه. يعني. وحصلت يعني، الناس كتير والنجوم كبار بره في اوروبا عملوا نفس الحركه، محدش ومنتخبات بلادهم كمان. محدش قال ان هو بيهين الشاره، لا طبعا، مين يجرؤ ان هو يهين شاره النادي الاهلي يعني. فاما حد يسحب الشاره منك ده طبعا حاجه. قضيت اليوم ده ازاي؟
يوم الاعلان عن سحب الشاره من حسام. زعلت جدا طبعا يعني. انا كنت راجع في الاتوبيس من اسكندريه فحد بيكلمني في التليفون بيقول لي هتعمل ايه مع قرار صاحب الشاره؟ قلت له صاحب الشاره؟ كنتش تعرف؟ ما كنتش اعرف حاجه. ايه قرار صاحب الشاره؟ قال لي فيه طلعوا دلوقتي. مين طلعوا؟ ما انا في الاتوبيس ومدير فني موجود ومدير الكره. كان مين مدير فني؟ مدير فني ساعتها مارتن يول؟ لا 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 قبل مارتن يول كابتن فتحي تقريبا. كابتن فتحي مبروك. نعم. تقريبا يعني على ما اعتقد يعني. قلت له مين اللي طلع؟ احنا كان مدير الفني موجود وكان مدير الكره ساعتها كابتن وائل جمعه موجود. قال لي بس اقفل كده وبكلمك تاني. كان حد عايز يدخلني مداخله يعني. ايوه رد فعل ايه في الموضوع؟ طبعا ما دخلتش مداخله ورحت اول اتوبيس اسال كابتن وائل جمعه. قلت له كابتن وائل هو ايه موضوع صاحب الشارع ده؟ قال لي بس ما نرجع. قلت له انت سحبته من الشارع؟ قال لي بس ما نرجع بس القاهره وبتاع. قلت له ماشي خلاص. واتسحب مني الشارع وراحت اللي بعديها. كان جريده المدرب ساعتها ولا ايا كان؟ مش مهم. ايوه مش متذكر. نعم. بصراحه مين. نعم. اللي كان ايا كان مش مشكله. ممكن جريده. ممكن جريده غالبا جريده. وراحت لعماد متعب اللي هو تاني كابتن. رحت النادي تاني يوم ولا رحت عادي جدا تاني يوم واتمرنت عادي. واتمرنت عادي وطبيعي ونزلت من متعب. تاني يوم على طول كان عندنا زي ريكفري كده بنعمله ونتمرنش. كان في ماتش قبليه. قال يا جماعه اللي بيدي التعليمات من هنا ورايح هو حسام غالي. ده عماد متعب. عماد متعب تاني يوم. موقف نادرا طبعا ما يحدث. طبعا عماد شخصيه جميله وقلب ابيض يعني وراجل يعني. قال كده للعيبه. قال لهم اللي بيدي تعليمات من هنا ورايح هو هيفضل هو حسام غالي. الشاره دي بس في الملعب عشان احتراما لقرار مجلس الاداره ساعتها. قلت له بص يا عماد انا مش فارق معايا خالص موضوع الكابتنه والشاره ده. خليك انت كابتن. وقال له وحياه ربنا ابدا ما يحصل. انت الكابتن والتعليمات كلها معاك. وتعاملنا الفتره دي كلها على الاساس ده. انا اللي بدي التعليمات وانا اللي بعمل كل حاجه في الفرقه. وكان عماد هو اللي بيلبس الشاره في الماتشات. لحظه رفع كاس السوبر. اللحظه التاريخيه دي ولحظه مشهوده. بل انه مش ادالك الكاس بس ده رفض انه يرفعه معاك. يعني لحظه. انت ليه داخلها قلبها دراما ليه؟ لا بالعكس. لا ده انا برسي قواعد صراحه جميله يعني. طبعا اللحظه دي كان لها دور كبير في عوده حسام غالي ليه او عاده شرط الكابتنه لحسام غالي. يعني خلاص على الملأ وعلى الهواء وهو قال للفرقه الكابتن هو حسام غالي ثم قدام العالم كلها الكابتن هو حسام غالي رفض يستلم معاك الكاس. طبعا دي لفه من عماد عمري ما انساها له يعني طبعا. وكان ممكن يرفعه وبعد كده يجيبه لي. لكن هو ما عملش كده. هو ولا كانش فارق معايا وحياه ربنا ما يفرق مين يرفع الكاس وما يفرقش يعني عادي. وعماد نجم برضه واسمه كبير في النادي وخادم النادي كبير يعني يستاهل كل خير يعني. بس العلاقه اللي بينك وبين عماد في الملعب خارج الملعب على المستوى الأسري بعلاقة واضح أنها يعني قوية للغاية يعني. هل الكرة اللي تسببت في ده بس ولا لما تعاملتوا مع بعض لما شفت الحالة الإنسانية اللي موجودة عند عماد اللي كتير ما يعرفوش؟ لا العلاقة دي من زمان. أنا عارف عماد من وإحنا عندنا 15 يعني عيال صغيرة مع بعض يعني. فعارفه من بدري وعارف عماد وعارف اهله وعارف اخواته يعني. اعرفه كويس. سافر لك مخصوص الامارات عشان يشارك في ماتشات الزمالك. طبعا. طبعا مش هو لوحده. في ناس كتير رجع على حسابه. متعب. وفي ناس كتير جت. وميدو وبركات حبا في حسام غالي وعادل مصطفى ومحمد صبحي. لا في ناس كتير. ومحمد فضل طبعا. في ناس كتير جت المهرجان اعتزال. انتوا محافظين على اللمه دي يا حسام لحد دلوقتي؟ عماد وفضل وكده وميدو كلهم حبايبي واصحابي يعني. طبعا بنكلم بعض كتير وبنشوف بعض يعني. هخرجك بره الكوره شويه اجيب لك واحد صاحب بره الكوره شويه. ايه رايك؟ يلا بينا. واحد فين؟ بره الكوره. نطلع بره الكوره شويه. مش عايز تطلع بره الكوره شويه؟ يلا يلا بينا. مساء الفل يا نجم.
مساء الفل، ازيك كابتن شوير؟ كابتنو ازيك يا ابو حميد؟ بقول لك ايه، انا عندي اسئله كتير ليك بس هسيبك انت تتكلم مع حسام. وحشني جدا حبيبي يا احمد، ربنا يخليك. يلا اتكلم يا فهمي مع حسام، نجم احمد فهمي يا جماعه. والله انا يعني حسام يا كابتن شوبير، والله انت عارفني ما بجاملش والله خالص. حسام من الناس اللي زي ما بتشوفها قدام الشاشه زي ما بتشوفها من وراها، راجل دغري جدا وجدع، وانا بتشرف الحقيقه بصداقته يعني. حاجة تانية، أنا بتشرف إن هو السنة دي هيكون مرشح على عضوية مجلس إدارة وأنا عضو جمعية عمومية. أنا شايف إن أنا كأهلاوي من الجماهير وكعضو جمعية عمومية دي حاجة مخلياني مبسوط جدا. حاجة من أيام ما حسام كان لعيب كورة أصلا وأنا كنت من جمهوره، كنت بتمناها في يوم من الأيام. فأعتقد ده بداية التدرج الطبيعي لحسام يعني في الكارير ده. علاقتك بحسام بدأت إزاي يا فهد؟ والله علاقتي بحسام بدات عن طريق كريم اخويا، يعني هم اصحاب جدا. وهو صاحب محمد فضل جدا، ومحمد فضل ده اخويا يعني متربي معايا من واحنا عندنا 10 سنين. فدخلنا في بعض بسرعه بقى، يعني هو صاحب كريم جدا وصاحب فضل جدا، فاول ما اتعرفنا بقينا اصحاب قوي، لان كمان هو عادل قوي ودغري جدا، وانا بحب التعامل مع الشخصيات دي، وشخص طيب جدا يعني. حتى الجديه اللي حسام بيبان عليها جوه الملعب، وحسام دايما كان بيبقى شرس جدا بره، هو شخص طيب جدا ومحترم جدا ومؤدب، وفعلا بقول الكلام ده والله مش ان هو يعني قاعد جد وشرس وراجل وكل حاجه. لكن بالتاكيد في ميزه من علاقتك مع كابتن حسام غالي شايفها هي اللي فرقت في شخصيه حسام غالي، في قربه من جماهير النادي الاهلي، في النجوميه والشعبيه اللي بيعملها دايما. دي حاجه يا كابتن. وفي حاجه تانية، دايما لعيب الكوره نجوميته، معظم لعيبه الكوره نجوميتها بتفضل بتنتهي مع اعتزاله. صحيح. في نوعيه من لعيبه الكوره زي حسام غالي، زي ميدو، زي فضل، زي ناس كتير قوي بتمتد حتى بعد ما يبطل كوره. ده بيرجع لحاجه تانية، النجوميه ما بتبقاش موهبه فقط، هي يعني موهبه وكاريزما وذكاء وشخصيه. واعتقد كل ده موجود في حسام. يعني انت حسام لو نازل مع الشارع دلوقتي زي ما كان بيلعب وفي عزه حتى في الملعب، هو دلوقتي نجوميته واحده في الشارع. ده موجود برضو في الجيل بتاع حضرتك، يعني الجيل بتاع حضرتك موجود، وكان كابتن خطيب قبلكم. الناس دي اللي قدرت تحافظ على نجوميتها بعد الخروج من الملعب، وده صعب جدا في لعيب الكوره. ده صحيح، وحضرتك عارف ده كويس. يعني ياما كانت لعيبه جامده جدا، ودلوقتي لو نزل الشارع مش هتلاقيه. ده حقيقي، ودي صعبه قوي عندكم يعني. شايف انه الطبيعي لكن انا فعلا والله بكلمك بجد من الناس القليله. شايف انه طبيعي انه حسام يدخل مجلس الاداره؟ شايف انه اختار التوقيت المناسب؟ انه انت بقالك كام سنه معتزل يا حسام دلوقتي؟ ثلاث سنوات داخل في الرابعه يعني. انا فاكر اقول لك سر اول مره اقوله قدام حسام، ما اعرفش قلته قدامه ولا لا. الانتخابات اللي فاتت قلت للكابتن الخطيب انا نفسي اشوف حسام غالي عضو مجلس اداره. ما قلت لك ولا ما قلت لكش؟ ما قلت لكش بقى. قلت له نفسي اشوف حسام غالي عضو مجلس اداره، فقال لي ما بلاش يغلط غلطتي عشان طلعت من الملعب على مجلس اداره، ويعني الدنيا ما ظبطتش شويه، يتعلم شويه وبعد كده هيبقى عضو مجلس اداره ناجح وهيكمل مسيرته. شايف ده كان قرار صحيح من الكابتن الخطيب، وانه ده التوقيت المناسب لدخول حسام غالي مجلس الاداره؟ جدا يا كابتن، لان انت اصلا حتى الفتره الاخيره كل الكوادر اللي موجوده في حاجات كتير الـ 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 السن نزل، يعني مبقاش لازم يبقى عندك 50 سنه و 52 سنه عشان تبقى في منصب مهم. خلي بالك عضو مجلس اداره في النادي الاهلي او نادي الزمالك دي حاجه كبيره يعني. طبعًا جدا طبعا. حسام يمكن حتى انا قلت له لما كان في شركه الكوره، لما راح شركه الكوره انا نفسي زعلت، لان انا كان نفسي اشوف حسام عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. نعم. شايفه حاجه مشرفه جدا، بريزنتبل جدا، بيعرف يتكلم، شخصيه قويه جدا، ما بيتاثرش عليه بسهوله، ليه وجهه نظر، اهلاوي جدا يا كابتن. دي حاجه انت عارفها قبلي طبعا، اهلاوي يعني، محبوب جدا من عند الجمهور. انت لو نزلت مع حسام النادي في ندوه من الندوات مش طفطف معاه من التصوير يعني. حسام غالي. حسام غالي صحيح. قول لي، هو كان ممكن ينفع ممثل يا فهمي؟
قول بصراحه شكله حلو جدا بصراحه يعني فاهم. كان هيضايق احمد عز كان هيضايق احمد عز كان هيبعد عني انا خالص. هحاول اجيب لك عز دلوقتي ليه جنب عز حبيبي برده نفسي ليه هحاول اجيب عز دلوقتي عشان يخبط فيك يا فاهم يعني. قول لي تجارب لعيبه الكوره مع التمثيل مش ناجحه قوي يعني، لكن في البعض نجح لكنه بتميل او يعني بتايد اللعيب الكوره ممكن يمثل يعني لو عنده تمام يعني. كان في تجربه كابتن شريف عبد المنعم هو حبيبي وصاحبي بس ما اتمناش يكررها تاني. اللي نفسي بصراحه نفسي يمثل مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني دمه خفيف قوي كابتن شوبير وبركات. دمه خفيف جدا وبيعرف يمثل. بيعرف يمثل وبركات طبعا. بس مجدي عبد الغني لو مثل بيعرف والله بيعرف. انا يعني شفت له فيلم برضه شفت له فيلم عن بيومي شويه شفت له فيلم. ايه الموقف اللي حصل بينك وبين حسام غالي مش ممكن احمد فهمي ينساه؟ ممكن ما يكونش هو فاكره. ممكن ما يكونش هو فاكره. كنا في الاستاد وكان هو اعتقد كان حسام طلعت انت فتره حسام بلجيكا تقريبا ورجعت او طلعت الامارات حاجه كده. كان في فتره انت طلعت ورجعت تاني وكان قاعد من المدرجات فانا كنت قاعد قدامه. انا كنت قاعد قدامه في المدرج والماتش ده احنا لو الزمالك اتعادل الناحيه الثانيه مع فرقه هياخد الدوري هناخد الدوري اوتوماتيك واحنا كسبانين الماتش. فانا ساعتها كنت متعصب قوي يا كابتن. فكان في المدرب بتاع الفرقه اللي بتلعب الزمالك بدون ذكر اسماء كان مخبط فينا جامد. فانا عمال اقول لا احنا ناخد الدوري والماتش الجاي الراجل ده ما يجيب لناش الدوري. او هو خبط على كتف قال لي يا عم اي حد يجيبه بس ناخد الدوري يا عم. انت بتقول ايه يا عم فهمي؟ متعصب عليا جدا بس هو تلاقيه مش فاكرها يعني. لعبت خماسي معاه ولا لا؟ لعبت معاه خماسي. لعيب جامد جدا ما بيرضاش يخسر. جامد جدا. بلعب انا بلعب انا وفضل في فرقه وهو بيلعب في الفرقه بيكسبكم على طول. لا بيلعب كانه بجد والله. ما بجد وبيعمل تاكلينج وبتاع وبيضرب اللعيبه وكده. بيكسب بصراحه. بيكسب بصراحه على طول. بيلعب بجد بصراحه وفضل بيختارني في فرقته وبنخسر على طول. بس فضل بيقول غير كده يا فهم. فضل بيقول انه بيكسب. فضل بقى انا اقول لك حاجه عايز تضحك جدا. ايوه. فضل يا كابتن عايز تضحك استنى اول ما فضل يتكلم بص على رياكشن حسام على طول هتلاقي حسام وشه اتقلب. ليه؟ لان فضل بيبتدي اول ما فضل لانه يا اما فضل عنده حاجه. فضل دمه خفيف جدا جدا من اكتر الناس اللي بتضحك. بس فضل لازم يزود بهارات في القصه. ايوه عشان القصه تكون بتضحك. فحسام بيتهمه على طول بالفتي. يعني اول ما فضل يتكلم حسام بيقوم قالب وشه ياه هيبتدي يفتي ويبص لي. انا بضحك على رياكشن حسام دايما مش على كلام فضل. طب بص بقى نعمل لكم كمين. مساء الفل يا عم فضل. فضل انا احمد عز بقى كابتن كانوا بيتكلموا عليه. ازيك يا فضل؟ كابتن شوبير ازيك منور. شفت فهمي عمل ايه؟ تعرفوش تجيبوا لنا الشاشه كده فهمي معانا ولا صعب؟ شفت ده. فضل احمد فهمي قطعك يا فضل. ايوه يا كابتن مع حضرتك. احمد فهمي قطعك يا فضل. يعني هو كابتن شبه يعني بلاش بقى على الهوا. هو حمدي الوزير. ده عشره عمر يا كابتن واخويا طبعا. ولا فهمي حاجه عشره العمر بجد. بس هو بالنضاره دي غير يا فضل. بالنضاره الاولى لسه متشيك دلوقتي غير بصراحه. لا هو دلوقتي جان طبعا هو شخصيه بعدين النضاره لعيب من مناخيره وشنب. فضل الرابطه يعني انت فهمي ساكن انه فهمي اهلاوي لكنه راجل فنان كبير ولامع وجميل. حسام غالي رابطه الحقيقه الناس بتحسدكوا عليها يعني ازاي محافظين على ده وازاي مكملين ده وازاي دائما وابدا بتلتقوا مع بعض وازاي يبقى فيه يعني حب وود وعلاقات طيبه يا فضل يعني. اقول حاجه كابتن على حاجه طبعا هتكلم على يعني حسام يعني معروف ومعلوم في الكوره طبعا. هتكلم على فهمي ان فهمي يمكن ممثل الاول هبتدي بان حسام هو العريس النهارده طبعا ولسه هيبقى في كلام كده. بس فهمي
فهمي على فكره شخصيه غير اللي في التلفزيون خالص. يعني فهمي ممثل طبعا كبير جدا طول عمره، دمه خفيف جدا، ولكن هو بجد من اطيب واجدع الناس اللي ممكن يكون تعامل معه في حياته. كلاعب كره جامد، يمكن انا اعرف فهمي من احنا عندنا 13 سنه فعمر يعني شخصيه جدعه جدا، كويس جدا، اللي جواه الناس ما شافتوش. حسام مبادئ كتير، يمكن انا بقول له قعدتك يا حسام انت ما بتتكلمش على حد، ما بتاكلش، مركز في كل حاجه، فانت طب ايه المتعه؟ مفيش متعه يعني. لكن حسام طبعا اخلاقيات كبيره جدا، عنده مبادئ يا كابتن شوبير بجد. يعني والله ما بقول الكلام ده مجامله، بس حسام من الناس اللي عندها مبادئ، الناس القليله جدا اللي انا شفتهم في حياتي ما بيغيرش. يعني حتى اقعد اتكلم معاه اقول له حسام خليك مثلا، لا هو عنده هو طريق واحد. ويمكن انا عجبني فيه حاجه، ان هو اسهل حاجه الوصول الى الهدف هو الطريق المستقيم. نعم، هو ده المثل اللي اتقال على حسام. فهو ماشي طريق مستقيم، ربنا يكرمه يا رب، وفعلا من الناس اللي تستاهل كل خير، ويبقى كادر محترم للرياضه المصريه. بتأيد تجربه انه يترشح دلوقتي يا فضل؟ لما سالت فهمي قال لي اه طبعا، ده كان وقتها، وقرار انه ما كانش يدخل المره اللي فاتت يدخل دلوقتي قرار مظبوط بنسبه 100%. انا عارف ان انت وحسام دايما لكم حوارات، يعني سالك حسام قبل ما يدخل ولا لا، وكان رايك ايه؟ لا ده حويط ده. لا ما بيسالش حسام. لا بس فضل كان مع ترشحي لانتخابات مجلس اداره النادي الاهلي. فضل كان يعني اول ما رحت الشركه كان فضل قال لي طب ليه ما استنيتش الانتخابات. كان رايه المجلس الاداره. مجلس الاداره. فضل انا هقول حاجة على حاجه يا كابتن. انا يمكن حسام وهو بيبطل كان صعب جدا جدا، قرار صعب، ان حسام كان قادر بجد، كان قادر، وكان هو حياته كلها كوره. نعم. يعني حسام حياته كلها كوره، حياته كلها نادي الاهلي، ما بيفكرش غير في الحتتين دول، فعلا ده حقيقي. ده مش تمثيل يعني. وهو بيبطل كنت موجود معاه في الامارات، يعني كنا في دبي ساعتها، وكان نفسي ان هو وهو بيبطل، كان صعب جدا، قرار صعب جدا، بس هو اخده في الوقت المناسب، ان هو لعيب كبير، اللعيب الكبير اللي بياخد القرار في الوقت الصح. نعم. انا كان نفسي ساعتها يبقى الشيفت بتاعه على طول على مجلس إدارة. انا كان نفسي كده، قلت له كده، بس على مجلس إدارة على طول، ان هو مؤهل للمنصب للمكانه ساعتها. انا كان ده كان رايي. في ناس ممكن بتاخد وقت معين، حسام لا، لكن حسام هو دايما بيحب يدرس، بيحب ياخد وقته، بيحب يبقى فيه تدرج. يمكن في الفتره ما بعد ان هو بطل كوره لغايه دلوقتي، انا وهو يمكن انا اختلفت معاه في بعض الحاجات الكتير جدا، ان كنت بقول له هو ليه مكانه كبيره، ده من وجهه نظري. هو كان لا بيتأنى في قراراته، بياخد السلم، وفي الاخر انا حتى من فتره كده اما اخذ القرار اما دخل الشركه كان نفسي ان هو يدخل مجلس اداره الاهلي، علشان هيبقى فيه اكسبوجر، وحتى كمان اكسبيرينس تبقى اكتر، او خبرات هيكتسبها، وهو هيقدر يوصل رساله وهيدير. جيت له في الاخر قلت له حسام انت صح في التوقيتات، انت صح في قراراتك، انت صح في كل حاجه، وده ما يميز حسام، ان هو هادي جدا. نعم. بيحسب كل حاجه، ما بيفكرش يعني ما بيطمعش المنصب يا كابتن، ده حقيقي. فهمي فضل قال كلمه مهمه عن حسام غالي، قال انه عنده مبدا ودغري وطريقه واحد. شايف انه بالحياه دلوقتي بتحتاج شويه مرونه، ولا ده الاسلوب الامثل عشان الفتره اللي جايه؟ خاصه دايما بنتكلم ان هناك نقص في الكوادر. انت قلت نقطه مهمه جدا في البدايه، انه الاعمار بتنزل، وان حته الشباب دلوقتي بتبقى متواجده بقوه، ده يخليه يبقى للقادم افضل، يبقى للقادم اقرب، ولا ايه؟ هو برضو دغري فاهمي فاهمي. كابتن، هي فكره المرونه دي. اتفضل. قول احسن. ده لا قول يا فاهمي، اتفضل. انا بقول برضو هو نفس الشخصيه، دغري، ما بيحبش برضو. لا لا اتفضل اتفضل. ما بيحبش اللف والدوران فاهمي. فانا قصدي يعني انا بحب النوعيه دي من الشخصيات. يعني انا معظم مشاكلي برضه يا كابتن شوبير كانت بتيجي من المنطقه دي، يعني هتلاقي معظم مشاكلي كانت من ان انا بقول رايي زي ما هو، حتى لو الناس هتتبسط او مش هتتبسط، انا شايف كده. انا شايف حسام غالي لايق جدا على مؤسسه نادي الاهلي،
احنا مؤسسه النادي الاهلي انت في التتش وبعدين في كابتن صالح انت ماشي بمبادئه. انا مش عايز ابقى بافور بس ده الحقيقه. انا شايف ان حسام في كتير من كابتن صالح. كابتن صالح كان برضو عنده تقريبا نفس الشخص اللي عايزه واللي هو شايفه. اكيد اي حد وصل للنجاح ده او اي حد وصل للنجوميه دي في جزء من المرونه. المرونه اللي هي ما تروحش ان انت تخالف مبادئك او تخالف ضميرك او كده. لكن في الاخر اللي حسام فيه ان هو دماغه او صوته من عقله هو بيسمع الناس كويس قوي بس بيقرر هو في الاخر. اعتقد ده لايق جدا على النادي الاهلي واعتقد ده زي ما بنقول بالبلدي كده تربيه صالح سليم. يعني فرص حسام في النجاح من وجهه نظرك قد ايه؟ 100% 150% فضل هتعمل ايه لحسام في الانتخابات؟ لا هعمل ايه يا كابتن؟ هعمل اللي هو عمله معايا في حياتي. كتف في كتف ده اخويا. مفيش كلام يعني. هعمل زي اي جمهور او اي حد محب للنادي الاهلي هيعمل. حسام يستاهل زي ما فهمي قال. حسام من الناس القلائل حتى زي كابتن الخطيب اللي هو بيلعب الناس كلها بتقول هو ده مستقبل النادي. نعم. وده ناس بيبقوا بس انا اول واحد قلت لحسام مستقبل النادي. ده حقيقي. نعم. طبعا ده حقيقي. هو مستقبل النادي حسام. انا شفت مع حسام يا كابتن حاجات كتير جدا على فكره لها علاقه بالنادي الاهلي كتير. في حاجات بتتحكي وفي حاجات ما بتتحكيش. نعم. الحاجات اللي ما بتتحكيش هي اللي بتخلي الجمهور على فكره من غير ما يعرفها بيحبه بيحترمه حطه في مكانه كبيره جدا بامر الله باذن الله. حسام ان شاء الله باذن الله يكتسب اعلى الاصوات مش عشان حاجه ولا بقول الكلام ده لكن لا يعني سياده النائب باذن الله يستاهل من العطاء اللي عمله للنادي من حبه للنادي من باذن الله الفتره القادمه لخدمه النادي ان شاء الله باذن الله يبقى ياخد اعلى الاصوات. وهبقى حضرتك بتقول لي هعمل ايه زي ما بقول لحضرتك كتف بكتف من عبات معاه من قبلها بيوم وهجيب فهمي ولا معاه من الصبح لغايه بامر الله ما نحتفل بيه باذن الله ويبقى زي ما بقول لحضرتك اعلى الاصوات باذن الله. بشكرك يا فضل واخد كلمه اخيره من احمد فهمي عايز تقول ايه للكابتن حسام غالي او الكابتن فهمي. كابيتانو انا بقول له كواحد من مشجعين درجه ثالثه بقول له كنت من جمهورك قبل ما ابقى صاحبك ودلوقتي انا عضو جمعيه عموميه يشرفني ان انت تمثلني كعضو مجلس اداره وكصاحبي انا دايما بتشرف بيك وبتشرف بصداقتك ويا رب دايما ما يغير علينا حال. يعني نجم الجميل احمد فهمي عايز تقول لهم ايه الاول قبل ما اشكرهم يعني؟ لا طبعا حبايبي بشكركم وبشكر فضل طبعا اخويا وحبيبي وعشره عمر يعني على الكلام الحلو ده ومش عارف يعني لساني عاجز عن الشكر يا فضل والله. وفهمي طبعا اعرف عرفته كنجم كبير وعرفته وشفته في الاستاد كتير كاهلاوي يعني وانا كمان بلعب كان بيبقى موجود دايما لكن معرفتي بيه الفترة الصغيرة دي إنسان جميل وأنا اللي سعيد وفخور بمعرفتك يا فهمي وبتشرف بيها وإن شاء الله ربنا يديم المحبة دايما ونبقى أصحاب مدى الحياة يعني إن شاء الله. وشكرا على الكلام الحلو ده والله يعني ما استهلوش للدرجة دي يعني. حبيبي لا يا حبيبي ده حقك فهمي ده حقك فهمي والله حقك. فهمي دورين في الفيلم اللي جاي أنا وحسام حبيبي كابتن شوبير دورين أنا وحسام الفيلم اللي جاي. انت على فكره كابتن كان وشك حلو عليا على فكره في الحرب العالميه الثالثه لو تفتكر. ده كان وشك حلو عليا في جميل في الفيلم. ايوه حبيبي يا فهمي ربنا يخليك بشكرك والفيلم كسر الدنيا ساعتها الحمد لله ربنا يخليك وانت جميل والناس كلها بتحبك. بشكرك فناننا الجميل احمد فهمي ونجمنا الجميل كابتن محمد فضل بشكركم شكرا جزيلا الف مليون شكر. يعني اكيد انت قاعد من جواك عندك حاله رضا يعني في انبساط وفي سعاده بس حاله الرضا مش من السهل انها تيجي للبني ادم يعني لما بتلاقي اصحابك بالشكل ده وخايفين عليك كده وبيحبوك كده من جواك بتبقى عندك حاله رضا. اكيد طبعا لما يبقى في ناس قريبين منك وحابين لك الخير وبيتكلموا عليك بالشكل ده من غير اي مصلحه ولا اي حاجه طبعا تبقى راضي ومبسوط
نعمة من عند ربنا طبعا. فأنا عندي نعم كتير، من ضمنهم ناس أصحابي زي فضل، زي فهمي، زي الناس اللي حواليا، فطبعا بتشرف بيهم ومعرفتهم، وربنا يديمها إن شاء الله يا رب. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل هذا الحوار الممتع مع النجم الكابتانو حسام غالي. كابيتانو اللي منورنا ومشرفنا النهارده. في الفاصل جات لي رساله جميله، وقلت للنجم اللي بعتها لي ان انا هقولها على الهوا، وبستاذنك انت كمان اقولها. ممكن؟ طبعا اتفضل. انا اول واحد موجود مع حسام غالي في الانتخابات ان شاء الله. انا عضو جماعه عمية، ومن حقي ان انا اصوت في الانتخابات، واول صوت هيكون لحسام غالي. مين اللي بعت لك؟ تتوقعوا مين؟ لو انت قلت لي في الفاصل يعني وبعت لي مسج، ده كابتن مؤمن زكريا بعت الرساله دي، وقلت للكابتن حسام، والكابتن حسام غالي بعت له مسج بالصوت على طول. ويعني حسام كان متاثر جدا من انه مؤمن يعني في هذا التوقيت وبيبعت الرساله دي بالحب ده. اعتقد الرساله لها معنى خاص يا كابتن حسام. انت مش عارف مصمم تقلبها دراما؟ لا مش دراما والله، بالعكس، ده احنا نوع من انواع الوفاء لمؤمن زكريا يعني. طبعا سيبني شويه بقى، اسيبك. حاضر. اول ما ترشحت مؤمن برضو بعت لي مسج لي برضو. صعبان عليك مؤمن، هندعي له بالشفاء طبعا، وربنا هيكرمه وهيستره ان شاء الله، ويعديه من المحنه على خير ان شاء الله. بس سر العلاقه الجميله اللي بينك وبين مؤمن يا حسام، وانا مقدر مشاعرك جدا يعني. مؤمن طبعا زميلته يعني في الاهلي، وعارفه هو عيل صغير يعني في الناشئين الاهلي، وتعرض لمحنه مش اي حد يستحملها يعني. بس كنت بتواصل معاه طبعا في الوقت اللي تعب فيه، كنت داعم ليه يعني، وهتفضل داعم ليه ان شاء الله من خلال منصبك في مجلس اداره النادي. وبعدين اول ما ترشحت بعت لي مسج انا في ظهرك ومعاك. جميل مؤمن زكريا. بس دي روح النادي الاهلي يا حسام، يعني اما بنتكلم على عماد متعب مع حسام غالي وبيعمل كده، بنتكلم مع فضل هو دلوقتي كان معانا من شويه على الهواء، بنتكلم على مؤمن، بنتكلم حتى يعني انا عايز اعرف سر حسام غالي، لانه مصطفى شوبير مثلا بيعشق حسام غالي، ما لعبش معاك، اتمرن معاك شويه لكنه رغم ان انت بتبقى قاسي وساعات بتبقى شرس زي ما قالوا، وساعات بتبقى عنيف جدا، لكنه في تركيبه. احكي لي. بص يا كابتن، لو في شراسه او في توجيه، هو مصطفى برضه طبعا مر معايا فتره كنت ببقى قاسي عليه جدا، عشان مصطفى من الناس الحراس الموهوبين واللي احنا مستنيين برضه، وان شاء الله يكون ليه مستقبل كبير في النادي. يعني بعمل كل الحاجات دي بحب يعني، مش انا مش بتعالى عليك، وقلت الكلام ده مليون مره، وده كان سبب من اسباب خلافي كتير مع في الفتره اللي كنت فيها في الاهلي مع بعض زملائي اللي فاهمين غلط،
او الميديا اللي كانت بتغطي الاحداث بشكل مبالغ فيه. كان في احيانا بيبقى في ظلم على حسام غالي. اكيد أو اكيد اكيد غالي مثلا اتكلموا ان انت ضربت اوضه مجلس الاداره ودخلت اوضه مجلس الاداره لو اتضربت ما كنتش انا دلوقتي موجود مرشح في القائمه. ما حصلش الموقف زي ما استحاله طبعا. لا استحاله طبعا. مستحيل مستحيل يا كابتن. ازاي لو بقول حضرتك لو ضربت الباب بالرجل ما كنتش هبقى في قائمه الكابتن محمود الخطيب يعني. صحيح. فكان في طبعا بعض التهويل احيانا. بس كل اللي بقول لحضرتك الناس فهمت بعدين او اللعيبه اللي انا كنت بزاملها فهموا بعدين ان انا بعمل ده لمصلحته ولمصلحه المجموعه كامله يعني. مش غرور او تناكه او هي بتبقى مسؤوليه مفروضه عليك وعايز المجموعه كلها تبقى ناجحه ونعدي نعدي بالنادي او بالفريق اللي بر الامان بس لكن مش بدافع غرور او بدافع تناكه او الكلام ده يعني. المرحله الصعبه قوي في حياه حسام ككابتن، ما هو انت مريت بالمراحل الكفاح الجميله جدا اللي انا دايما بحب اسمعها او بحكيها حتى عن نفسي، وبعدين انك بتثبت وجودك انك بقيت لعيب ثم بقيت الكابتانو، وجماهير النادي الاهلي عملت حاله من العشق، مش عارف صفحتك عندها عليها كم مليون، ارتباط بشكل غير عادي و و و اكيد في مراحل صعبه مرت على حضرتك. اكيد طبعا. انا رجعت النادي الاهلي في 2010. نعم. فما كنتش لاقي ضغط او مش ما فيش ضغط عليا ككابتن في وجود ابو تريكا ووائل جمعه وبركات ومتعب وسيد معوض واحمد فتحي محمد شوقي عاشور. كنتش الاقي ضغط على الكابتن. نعم. كل واحد كابتن في مكانه يعني. الاسماء دي كلها كل واحد كابتن في مكانه. فما كانش في اي ضغوطات، بس احنا بننزل كل واحد عارف هيعمل ايه وكله شايل الفرقه في ناحيته يعني. لكن من اصعب الفترات عليا ككابتن في النادي الاهلي لما رجعت تاني مره من ليرسا، كان برضو من كابتن علي عبد الصديق كلمني وقال لي النادي دلوقتي محتاجك في الفتره دي وفتره صعبه. فرجعت على نادي ما فيهوش النجوم اللي بتحمل هويه النادي او شخصية النادي الاهلي. كان في لعيبة قليلة طبعا، كان في عاشور موجود، كان في فتحي، بس فتحي ما كانش موجود في الفترة اللي جه بعدين تقريبا، وليد وجد وعبد الله السعيد. والباقي كله عملنا 12 صفقة تقريبا في الموسم ده، والباقي كله لعيبة صغيرة، رمضان وتريزيجيه واللعيبة دي يعني، وبامبو وعمرو جمال كان أول بداياته. فانك تزرع بقى في الناس دي الشخصيه والهويه بتاعه النادي والتفكير انك دايما بتلعب على مكسب والتمرين لازم بشكل معين عشان هتتمرن زي ما تلعب وما يبقاش احنا برضو بعاد قوي عن البطولات. فكان الموضوع صعب بيبقى فيه وهي مش حصه بتقعد تشرح لا فيها مش لانها مش قصه صعبه. طبعا مش حصه. انت كل بقى سلوك كل حركه كل تمرينه بتدي مسج او بتبعت رساله يا جماعه احنا في النادي الاهلي يا جماعه اللي بيحصل كده. فبتدي مسجات ساعات بقى مسج بتعنيف بالراحه في خلاف في بعض الاوقات. فالحاجات دي كلها طبعا كانت صعبه، كانت مرحله صعبه. والحمد لله يعني برضو قدرنا نحافظ على النادي في الفتره دي وخدنا بطولات كبيره ما خدناش بطولات قليله يعني. كم البطولات الكتيره اللي اتاخدت سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي في الوقت ده خلد من قصه حسام غالي ككابتن ناجح للنادي الاهلي كشخصيه قياديه الناس بدات تبص عليها لا هو ده اللي جاي ان شاء الله عن طريق التدرج داخل النادي. اعتقد الفتره دي برضو بينت للناس شخصيتي او انا برضو بعيد لوحدي بعيد عن النجوم اللي كانوا سبقونا وعملوا انجازات للنادي بتعامل ازاي في المجموعه بقى اللي هي لسه شباب او مجموعه ناشئين او ناس جايه من بره ما تربوش في النادي الاهلي وما تربوش على ثقافه الفوز في النادي الاهلي، وحاول بقى تشرب الناس دي الهويه دي يعني. فبتهيألي الفتره دي هي اللي بنت العلاقه بيني وبين الجمهور او العلاقه بيني وبين الميديا اللي هم يفكروا او يقولوا ان في كابتن للنادي الاهلي يعني. الاعتزال قرار صعب جدا. وانت في الاول كنت مكابر يعني اما هعتزل وهبطل قصه بسيطه يعني. لما قربت من قرار الاعتزال
خدته ازاي ولما خدته حضرت ازاي ولما اعتزلت عشت ازاي؟ انا كنت قال لي كتير في ال وانا في الفتره اللي حضرتك كنا بنتكلم فيها ازاي الفتره دي شكلت شخصيتي والعلاقه بيني وبين الجمهور. ناس كتير كانت بتقول لي اعتزل. واحد صحفي مره كلمني عشان ضيعت بينالتي في ماتش، قال لي انت كده خلاص انت كبرت. ده ماتش السوبر؟ لا ماتش ماتش في الكونفدراليه تقريبا. قال لك اعتزل؟ قال لي انت اعتزل خلاص، انت ما ينفعش تلعب كوره. نرفزت عليك؟ الصحفي ده كان عامل فيها صاحبي يعني، كان عامل فيها صاحبي اللي هو يعني نتكلم عادي. فبعت له مسج ساعتها بس كده في فورمال قوي، قلت له انا اللي قرر مش انت اللي قرر. بس فكان في ناس بتحاول اعتزل، لا خلاص كبر، لا ما ينفعش. قلت انا الواحد اللي هحدد واقول امتى بالظبط اخرج من الملعب. وعشت بعد الحاجات دي مثلا سنتين ثلاثه في توب فورم وبلعب اساسي وبعمل كل حاجه مع النادي وباخد بطولات. والناس كلها بتتكلم بشكل كويس ان حسام غالي وكابيتان. قررت اخرج من الملعب اما لقيت خلاص انا دماغي مش قادره، انا مش بدنيا مش قادر، انا دماغي خلاص. بمعنى الفترة دي يا كابتن كانت تقيلة جدا كتير يعني، بأحداثها بأحداثها كتير قوي. حضرتك ما انت شايل المسؤولية، وكان أي حد بيتكلم عن النادي الأهلي جايب سيرة حسام غالي في جملة مفيدة. ليه؟ ودايما انتقاد مش معرفش ليه. لقيت واحد صاحبي صحفي برضه مؤخرا كده بقول له يا ابني انت كنتوا ماسكيني فترة بتتكلموا عليا بس وأخبار كلها مش صح. قال لي كان عندنا توجيه، يعني مش توجيه، كان عندنا مسج من حد يقول لي هات اخبار حسام غالي، يعني حد شغال في الموقع او في الجورنال ده يقول له انا عايز اخبار عن حسام غالي، سواء بقى سلب اجابه او اخبار حسام عن حسام غالي. فكنت اتعرضت للضغوطات شديده جدا في الثلاث سنين دول او الاربع سنين اللي انا رجعت لعبتهم في النادي تاني. فخلاص ما بقتش قادر يعني ذهنيا، خلاص انا مش قادر اتحمل ضغوطات يعني، تعبت. وبعدين ضغوطاتي برضو مشاكل وشد وجذب وكتير كتير. فقلت خلاص مش قادر. قلت لمين؟ كنت مقرر طبعا وقايل لنادر شوقي. نادر كان نادر جنبي طبعا وكيل اعمالي يعني وراجل قريب مني. ف كنت قايل له، كنت قايل لكابتن حسام بدري يعني دي اخر سنه. كابتن حسام بدري جالي مره قال لي احنا هنجدد معاك، قلت له كابتن خلاص خدت القرار ده من بدري من قبل ما الناس تعرف. قبل ما الناس تعرف قلت له خلاص انا خدت القرار. كان متمسك بيك، كان عايزك تكمل. هعتزل. قال لي قال لي كده عايزين نجدد سنه. نجدد سنه بعد ما رجعت من السعوديه. قلت له كابتن انا واخد القرار خلاص. فخدت القرار وقلت خلاص دي، وانا كمان واقف على رجليا وقادر. بعد بدل ما اسمع من جمهور الاهلي او حد يقول لي بقى اعتزل او اسمع اصوات صفافير استهجان ولا حاجه وخلاص اخرج، فقلت اعتزل وانا واقف على رجلي وانا قادر. تخرج من الباب الكبير. بالظبط، دايما بضرب المثل ده. وعملت ماتش اعتزال كويس الحمد لله، برضو بشكر عليه اداره النادي الاهلي على الماتش ده. كان بقالنا كتير ما حدش عمل ماتشات اعتزال يعني، وما حدش بخل يعني، ما حدش قال لا او استنى وما مش فاضيين مثلا وعندنا ارتباطات. لا الكابتن اللي انت عايزه، الكابتن الخطيب قال لي اللي انت عايزه. وبدانا نعمل الماتش وكان ماتش الحمد لله مشرف جدا يعني. وكان جماهير كتيره وعملت ماتش كويس في ماتش اعتزالي. عملت ماتش كويس قوي، كان غريب قوي، كان في الامارات. انا ساعتها حتى المفروض كنت هعلق وبقدم الاستوديو التحليلي، فجبنا عصام عبده وبدر وبدر علام. صح بدر علام. بلال علام. بلال علام. ايه بدر دايما اغلط. ده واخد احسن معلق السنه دي يعني، بلال كمان من الجمال. كتير بيفتكروك جامد عنيف، لكنه
مش كتير عارفين ان دمعة حسام قريبة جدا يعني. مش يعني عارف مثلا هي قربت في الفترة الأخيرة دي مش عارف لا يعني مثلا بقيت حساس قوي في لحظة اعتزالك كمان في مؤتمر اعتزالك يعني من اللقطات المهمة واللي كمان خلت جمهور النادي الأهلي حاسس قد إيه الراجل ده طالع على عينه بس والناس عايزينك والأهلي عايزك بس أنت اللي مقرر. أنا يعني ما كنتش متخيل برضه ان انا ابكي ممكن ماتش اعتزالي ده او مؤتمر اعتزالي ما كنتش متخيل ان انا ممكن ابكي يعني. عارف ان هي لحظه صعبه جدا وعارف انا مدى ارتباطي بالكوره عامل ازاي وان انا هسيبها واخرج والعب ما العبش تاني كوره وماتشات والاجواء كلها والجمهور الحاجات دي كلها عارفه تبقى صعبه عليا بس ما كنتش متخيل ان انا ممكن ابكي يعني. بس الحمد لله كانت كل حاجة كويسة يعني الحمد لله في اليوم. طيب معايا على التليفون يعني اعتقد توأمك الكروي يعني لو متعب متعب كابتن عماد متعب مساء الفل عليك. شوبير مساء الخير الأخبار ازي حضرتك ازيك يا عمدة أخبارك ايه؟ الحمد لله تمام غالي مساء الخير يا عمدة حبيبي يا متعب ربنا يخليك يا متعب متعب نورك. متعب ولا متعب قناتك دي قناتك لا انا بقول متعب 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 الحراس من طلع عليه متعب الحراس متعب مزعج مؤلم طبعا انت اللي طلعتها ايوه امال ليه امال ليه يعني حاجات من احب الجمل اللي هي يا كابتن شوبير على فكره يعني من احب الجمل اللي كنت بحب اسمعها صراحه وانا بلعب. حبيبي يا عمده انت جميل يعني عماد يعني في كلام الكابتن حسام غالي عليك الحقيقه كلام جميل وانا طبعا اصلا يعني مربيكوا كرويا يعني وصل لي قصص وصولات وجولات معاهم يعني ايام منتخب الشباب وكانوا رجاله قوي يعني جدعان قوي بس سر يعني استمرار العلاقه يعني بتيجي احيانا بتحصل مشكله بيحصل دروب لكنه ما شاء الله عليكم حافظتوا على الشكل ده. نمره اتنين كنت بقول للكابتن حسام غالي هل تصرف عماد متعب انا كنت بتكلم على الكاس هو اللي فرق في انه الشاره تعود من جديد ليك قال لي لا ده عماد متعب قال لهم انه الكابتن سيظل حسام غالي انا شاره فقط لا غير. كابتن النادي الاهلي حاجه مش قليله حاجه كابتن عماد. بالظبط طبعا يعني خلينا نبدا في الاول بان حسام غالي يعني اكتر من اخ والحمد لله يعني الصداقه مستمره وهتستمر ان شاء الله الى ما لا نهايه ان شاء الله. دي اول حاجه احنا دخلنا النادي الاهلي يمكن مع بعض او حسام دخل قبلي بشهر او بشهرين قعدنا مع بعض فتره طويله جدا في مراحل سواء في استراحه الناشئين او كان في شقق للناس المغتربه اللي مش مقيمه في القاهره نعم. مع بعض وبعدين حسام ربنا كرمه واحترف لما رجع تاني كنا موجودين مع بعض سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر سنين طويله من الصداقه ومن الاخوه. حسام من الناس الرجال اللي تعتمد عليها الناس اللي تحبها الناس اللي تحب اسلوبها سواء التزامها في الملعب او خارج الملعب شخصيه محترمه جدا شخصيه مخلصه جدا 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 في شغلها ويمكن دي اللي بعض الناس بتشوفها عصبيه هي العصبيه دي هي غيره العصبيه دي غيره على المكان وغيره على المكسب وغيره على زمايله وحبه للمكان فدي كلها حاجات تخلي اي حد يتمسك بصداقه حسام غالي ده بالنسبه للصداقه والاخوه. موضوع الكاس والشاره ده حق يعني زي ما حضرتك قلت الشاره دي شرف كبير جدا لاي حد موجود في النادي الاهلي شاره النادي الاهلي دي حاجه كبيره طبعا حمل تقيل لكن لما حسام يبقى الكابتن وتتاخد منه الشاره علشان حاجه هو ما يقصدهاش لا كان لازم نعمل كل حاجه عشان ترجع له الشاره تاني وده حقه يعني كابتن شوبير ده حقه لازم ياخده فالحمد لله الحمد لله ان بس مش كتير يعمل كده يا عماد يعني مش كتير يعمل كده يعني هو مش قرارك كان قرار مجلس اداره وكان اي حد ممكن خلاص ده قرار مجلس اداره يا جماعه انا الكابتن ويمارس حياته وهو كابتن وانا مش هبقى زعلان في الاخر بس مش نادر قوي من الناس اللي هتعمل كده. والله حسام انت زي ما قلت انت احنا اخوات فاولا ما فيش فرق بيننا وبين بعض يعني عمر ما الشاره هتفرق في حاجه دي اول حاجه. ثاني حاجه انا زي ما قلت انت تستحقها ويمكن حسام زي ما قال من ثاني يوم انا عملت اجتماع مع اللعيبه قلت لهم يا جماعه حسام غالي هو الكابتن انا مجرد شاره بس داخل الملعب لكن اي قرارات اي مواعيد اي التزامات هيبقى المسؤول عنها حسام غالي والحمد لله يمكن مباراه السوبر جت الفكره
ان تبقى بشكل شيك وبعدم احراج لمجلس الاداره. جت الفكره في دماغك فجاه يعني ما حدش قال لك عليها او ما حصلش اتفاق خالص؟ لا انا كنت واخد على طالع عامل حسابي ان عماد هيستلم الكاس من جواك كان في مراره خالص وحياه ربنا خالص والله خالص. انا فاجئت ان عماد بيجيبني وبيصمم بيديني الكاس. ايه يا عمد انا كنت واخد عهد على نفسي ان مش هرفع كاس طول ما حسام غالي موجود في الملعب او موجود في الفرقه يعني او موجود في الملعب نفسه في ارضيه الملعب. طبعا لو مش موجود هتبقى قصه ثانيه. لكن طول ما هو موجود في الملعب انا مش هرفع كاس لان ده حق. ويمكن اليوم ده انا قبل ما اللعيبه تطلع قلت لهم بعد اذنكم لما استلم الكاس ما حدش يحتفل لان اللعيبه اوقات بتحتفل بدري يعني اول ما الكاس الكابتن بيستلمه. فالحمد لله اللعيبه كلها التزمت ويمكن وانا داخل كان المهندس محمود طاهر كان واقف قال لي يا عماد خلي حسام يرفع معاك الكاس. قلت يعني ان احنا الاثنين نرفعه مع بعض. قلت له ان شاء الله يا باشمهندس ودخلت وطبعا حسام حقه يعني هو ما كانش عايز يجي في الاول لكن لا شديته يمكن المنظر كان باين ان انا بشده شديته وبعدت انا خالص رجعت ورا وهو ياخد حقه بالكامل 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 ككابتن للنادي الاهلي وواحد تعب وادى للنادي الاهلي كتير جدا فاستحق ان هو يكون في المكانه دي كابتن النادي الاهلي يرفع وياخد شرف انه يرفع كؤوس للبطولات كتيره جدا قدر يحملها حسام غالي مع اللعيبه وحاجه بص يا كابتن شوبير يعني دي حاجه بسيطه لحسام غالي للي عمله في النادي الاهلي. يبقى سؤالين. عماد متعب اصبح نائب رئيس رابطه الانديه في اول ظهور ليها وحسام غالي على اعتاب يبقى عضو مجلس اداره النادي الاهلي. شايف انه ده حاجة تبشر بالخير انه جيل زي جيلكو بدأ يدخل في المناصب دي الحاجة اللي الناس يعني تبقى فرحانة بيها لما نشوف نجوم بحجم حسام غالي وعماد متعب في المناصب دي وطبعا من خلال النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي رشحك للرابطة والنادي الاهلي اللي حسام غالي مترشح لعضوية مجلس الادارة فيه. بالضبط. يمكن انا حابب اشكر النادي الاهلي واشكر محمود الخطيب على ثقته في عماد متعب وترشيح النادي الاهلي لعماد انه يكون موجود في رابطه الانديه والحمد لله يعني الواحد احنا بنحاول نشتغل ونرضي الشعب المصري والحمد لله الدوري ماشي بشكل كويس. بالنسبه لحسام ومجلس اداره النادي الاهلي يعني ده الوقت ان حسام غالي يبقى موجود لان حسام واحد مخلص جدا 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 للنادي الاهلي واحد بيحب النادي الاهلي من قلبه واحد هيموت نفسه عشان النادي الاهلي يبقى طيب دايما الحمد لله النادي الاهلي في القمه لكن يحافظ على ده ويزود ويطور من ده ويمكن مجلس الاداره بيبقى ميزه لما يكون في نجوم كبار ليهم علاقه بكره القدم يعني لما نشوف محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي هو قيمه وقامه كبيره جدا جدا سواء في الاداره او وهو لعيب. فاحنا بنتكلم ان حسام غالي واحد من اهم وافضل كباتن النادي الاهلي واحد من اهم وافضل لعيبه الكره اللي كانت موجوده في مصر ومع الاحتراف كسر الدنيا بره فدي حاجه مفيده جدا جدا للنادي الاهلي سواء في الشكل الاداري من الناحيه الاداريه بالنسبه للنادي الاهلي وحسام واحد مثقف واحترف وعنده خبرات كبيره جدا او من الناحيه الفنيه بالنسبه لو في اي حاجه فنيه ليها علاقه بكره القدم فانا شايف ان دي طبعا خطوه كبيره جدا لحسام واضافه كبيره جدا جدا وان شاء الله ربنا يكرمه وان شاء الله احنا كلنا في ظهره وانا متاكد ان حسام هتعمل ايه مع حسام غالي في الانتخابات ده السؤال الثاني. لا انا معاه من اول يوم ان شاء الله لان يعني غير حسام يعني ده حق النادي الاهلي عليا ان انا اكون موجود لكن طبعا بوجود حسام طبعا هيزيد وجودي مع كابتن حسام والمجموعه اللي موجوده يعني حسام اخ لازم ابقى موجود معاه من اول يوم لاخره ان شاء الله وان شاء الله احصله قريب ان شاء الله استنيك تحب يبقى موجود معاك في مجلس اداره عماد متعب؟ طبعا عماد يشرف اي حد وبكده برضه نجم كبير وخادم النادي ف مكانه ان شاء الله يبقى محفوظ يعني ان شاء الله يا رب ربنا يكرمه وده خطوه كبيره برضو اللي خدها كنائب للرابطه واتمنى له فيها التوفيق وياخد خبرات فيها كويسه ان شاء الله والنادي مستنيك يعني في اي وقت ان شاء الله حسن. اهم حاجه كانت بتميز عماد متعب اللعيب الهداف يعني. اللعيب لا فيرود جامد تحركاته في 18 يعني انا دايما بضرب المثل بالجول بتاع الكونفدراليه ده في كنت بتزعق لي ليه يا ابني كتير لما انا كنت عشان نكسب كان بيزعلك برضه عماد بجد؟ لا والله لا انا اكتر واحد ممكن يكون حسام غالي بيزعق بجد علشان غيره عشان عماد عشان حب لعماد لا مش كتير عماد متعب بس في تمرينتين ثلاثه لكن عمري ما زعلت تمرينتين ثلاثه في اليوم
يعني رغم الصداقه دي كلها لكنه لا مش زعيق. وعماد فاهم يعني مش زعيق اللي هو بنتخانق. لا انا فاهم لكنه انت تشجيع في الملعب. تشجيع بس بطريقه حسام غالي. ايوه بس لما حسام ولما يكون اللي بيكلمك بيكلمك بحرقه على نفسك صحيح. عليك انت وخوف عليك دي صحيح. حاجه دي حاجه حلوه جدا على فكره يا كابتن شوبير. مش دي ميزه لما حسام يكلمني ركز هات جول ركز اتمرن ركز دوس في دي اقرص في دي. لا انت المفروض تعمل احسن من كده. لا تأدي احسن من كده. التمرين النهارده لا دوس حتى لو التمرين الريتم بتاعه 50% او 60% لا اشتغل 80%. دي كلها حاجات على فكره يعني الناس لما بتشوف حسام بتعرف ده كويس جدا وتفهم ولما تتعامل معاه بتعرف ان هو بيدور على مصلحه اللعيبه صحيح زي مصلحته بالظبط. بشكرك كابتن عماد متعب. شكرا يا متعب حبيبي ربنا يكرمك والله. طيب وانت ترشحت ازاي لمجلس اداره شركه الكوره والدنيا تمام؟ اتهورت قبلها من فترة قلت انا هترشح في مجلس ادارة النادي الاهلي وبعدين في الشركة سألتك قلت لي انا مبسوط جدا في الشركة وانا اتهورت رحت كاتب ان حسام غالي باقي في شركة الكورة. وده كان حقيقي. وده كان حقيقي. بس مديك اخبار مفبركة يعني. طب كويس. ثم انا اولا انا غلطت غلطة عن جهل بس لازم اعتذر عنها عن جهل وبحسن نية مش قصدي. واكتشفت مؤخرا الموضوع ده ليه عرف معين جوه النادي الاهلي يعني. نعم. ان انا رشحت قلت ان انا هترشح في الانتخابات القادمه للنادي على الهوا من غير ما ارجع لاي حد. ومن غير ما ارجع للكابتن الخطيب ومن غير ما ارجع للناس واقول لهم بالظبط. واكتشفت لما دخلت دلوقتي بقى المطبخ ودخلت القايمه في دلوقتي اكتشفت ان في عرف. أيه. واللي عايز يترشح لحاجه زي كده بيروح للكابتن الخطيب اللي هو رئيس النادي او يبقى ان شاء الله مرشح يبقى رئيس النادي دلوقتي كمان وبيقول له الكابتن عايز اخش بيستاذن يعني ممكن ولا لا. فدي انا غلطت الغلطه دي عن جهل طبعا بدون قصد فانا بعتذر عنها. نرجع بقى ازاي انا اترشحت للعضويه. ايوه بالنون. هو الكابتن الخطيب كلمني من فتره طويله وقال لي عايز اشوفك تعالى النادي فرحت له النادي قال لي ايه بقى تعمل ايه قلت له يا كابتن تحت امرك قال لي في شركه الكوره وفي مجلس اداره النادي الاهلي عايز تعمل ايه قلت له يا كابتن شركة الكرة فيها مين؟ قال لي ياسين بيه منصور ومصطفى بيه فهمي وعمرو شاهين مدير تنفيذي. قلت له طب اروح الكرة اروح شركة الكرة دي مجالي وفاهم فيه وشركة بقى استثمارية اول مرة نخش ناخد التجربة دي واخد خبرات فيها يعني. قال لي خلاص تمام خلاص تمام. وبدات كان في اوراق مني مطلوبه عشان انشاء الشركه بدات اخلصها وبعتت الشركه وانشات وكل حاجه عملنا اجتماعات وقعدنا فتره وكنا على كنت على اتصال بالكابتن الخطيب يعني وما حضرتك سالتني قلت لي انت مجلس اداره ولا شركه الكوره هتكمل في الشركه. نعم. ما كان الكابتن ما كلمنيش في اي حاجه. ايوه. اللي خلاص يعني ما كلمنيش في اي حاجه معناه ان انا مستمر في الشركه. كويس. جالي الكابتن قبل الانتخابات بثلاث اربع ايام قال لي حسام انا محتاجك معايا في مجلس الاداره ده. قلت له اللي حضرتك شايفه. على طول. على طول اللي حضرتك شايفه. قال لي خلاص باقي يومين تقريبا في يوم اجازه ويوم مش عارف كان ايه. هبعت لك الورق المطلوب عشان تروح تقدم ورق ترشحك. قلت له حاضر يا كابتن رحت قدمت ودي ده اللي حصل يعني بس كده ما ناقشتش خالص. طب تقدروش تقولوا لا للنادي الاهلي؟ لا خالص ما هنخدم النادي في اي مكان يعني. شركه الكوره زي مجلس الاداره واحد يعني. اسم الكابتن الخطيب كان ليه فرق او ليه دور انه لما الكابتن خطيب بيكلمك يقول لك انا عايزك في كذا بتفرق؟
طبعا الكابتن خطيب طول عمره كنا ايام برضو ما كنا لعيبه في حته لو عايز تجدد عقد او تجيب حد وتتفق معاه على اي حاجه الكابتن خطيب بيقول كذا 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 تمام يا كابتن مفيش نقاش بتناقش طول ما انت بتجدد مع النادي الاهلي ما كنتش بتناقش لا 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 هو مره حصلت مره واحده وانا راجع من السعوديه الكابتن خطيب قعد معايا وقال لي انت هتيجي وهتاخد كذا تمام كويس وكذا وحصلت مع البركات وحكاها كذا مره لما بيبقوا محتاجين حد يمضي او اي حاجه الكابتن خطيب بيرفع سماعه التليفون الموضوع خلص القصه بتنتهي طبعا ده ممكن يحصل مع حسام غالي بعد كده اتمنى تتمنى اتمنى بقى بالكاريزما دي طبعا بتبقى مشاعرك ايه لما الناس بتسبق امتداد للكابتن صالح امتداد للكابتن حسن وان شاء الله بامر الله يعني بعد ما الكابتن خطيب بيقول لك انا خلاص قررت ان انا اسيب القصه دي امتداد للكابتن خطيب لا اي تشبيه باي رمز من الرموز الكبار ده طبعا شرف كبير ليا يعني ببقى مبسوط جدا يعني جدا فحاجه مشرفه اتمنى بقى يعني نص الناس دي خلينا ناخد بعض الرسائل قبل ما اطلع لفاصل عمالين يصوتوا لي على فاصل بس معلش الحوار ممتع بالنسبه لي انا بستمتع دايما بحسام غالي حسام غالي مع شوبير دي اماني بتقول حسام غالي لايق عليه المناصب الاداريه بشكل غريب ما شاء الله نهى بتقول بكره هحكي لاولادي عن الكابتن اللي كان بيحط دماغه في كور لعيبه كتير تخاف تحط رجلها فيها هيفضل حبك وغيرتك على فهله النادي درس لكل واحد بيفكر يبقى حاجه كبيره في تاريخ الاهلي رامي بيقول ما هو افضل مدرب تعاملت معاه ودور حسام البدري في اعتزالك رغم قدرتك على العطاء هنجاوب بعد الفاصل احمد سمير معشوق جماهير النادي الاهلي اسطوره من اساطير النادي الكابتن واحد بس وحشتنا روحك في الملعب ده هشام عبده محمد علي نداء للكابتن حسام غالي بتقريب وجهات النظر بين حسام عاشور والنادي الاهلي ما ينفعش احد ابناء وكباتن النادي الاهلي نسيبه خارج الاهلي حتى لو اخطا يجب ان نحتويه حمدي ابو تبارك لو رجع بيك الزمن وما رمتش تيشرت توتنهام تفتكر كنت ممكن تلعب في الريال او البارسا جوري مساء الخير عليك كابتن شوبير وكابتن حسام غالي سؤالي كابتن حسام ليه اخترت المجال الاداري مش الفني وما هو طموحك في النادي الاهلي والكره اللي انت جبتها براسك وانت على الارض رغم ان الكره كانت خطر دي قمه الرجول عبد الله فرج هل ممكن نشوف الكابتن حسام غالي في يوم من الايام رئيس النادي الاهلي ولا حسام غالي بيحلم انه يدرب النادي الاهلي في يوم من الايام هنجاوب ونكمل الحوار مع النجم الكابتن حسام غالي بعد الفاصل كابتن النادي الاهلي اسم كبير قوي في شخصيه النادي الاهلي اكتر ناس بتحب النادي الاهلي والله حسام غالي هو طبعا كابتن النادي الاهلي طول عمره لعيب ملتزم ويعني كابتن الاهلي لفتره طويله شخصيته كويسه جدا انا شايف ان هو يصلح لعضويه مجلس الاداره تاريخه بيقول كده واختيار كابتن محمود الخطيب ليه اكيد بيقول كده نسبه كبيره قوي يعني مثلا تصل 95% ان هو ينجح كابتن حسام غالي اسم كبير قوي واي حد يتمناه في النادي الاهلي مش يعني كل جمهور النادي الاهلي بيحب كابتن حسام غالي وجمهور يعني كل الجمهور المصري عامه بيحب كابتن حسام غالي مش جمهور الاهلي بس طبعا بالتاكيد انا عايز ارشح نفسه ده راجل من رجال النادي الاهلي فهيخدم النادي الاهلي اكيد طبعا يعني حسام غالي في شخصيه النادي الاهلي فالمكان اللي هيبقى مناسب ليه طبعا ان هو يبقى عضو في الاداره وان شاء الله المره الجايه يبقى كده رئيس مجلس اداره طبعا بعد كابتن محمود الخطيب كابتن حسام غالي طبعا كابتن كبير يعني وشخصيه قياديه اصلا في النادي الاهلي وهو يعني عمل كتير قوي للنادي الاهلي فهو يستحق يعني اللي هو يكون عضو مهم يعني في عضو مهم يعني في الـ في الـ في اللجنه بتاع النادي الاهلي في حال فوزه هو اكيد هو بدون شك هو اضافه كبيره للنادي الاهلي قبل اي حاجه وموجود اصلا النادي الاهلي اضافه فان هو ينجح ان شاء الله هيكون في عواقب جميله بعد كده ليه وان شاء الله هنشوف رئيس نادي في القدام باذن الله هو يا احسن مجلس اداره مع حاجه جميله وحسام غالي من اكتر الناس اللي بتحب النادي الاهلي وقدم كتير النادي الاهلي وان شاء الله يقدم حاجات كتير للنادي الاهلي قرار سليم في محله يعني كان في اختيار صحيح يعني من النادي وان شاء الله يعني هيبقى في تغيرات للاحسن يعني في اللي جاي كله ان شاء الله بنسبه كبيره يعني طبعا كابتن حسام غالي اسم كبير يعني في كره قدم وفي المجال يعني عموما وفي النادي الاهلي
ليه اسم كبير، فطبعا اكيد هيبقى ليه نجاح كبير. يعني قرار سليم جدا طبعا. كابتن حسام غالي عندنا محبوب جدا يعني كلاعب، وبعد ما حتى بعد ما اعتزل بنحبه جدا، وهو شخصيه محترمه جدا، ونتمنى ان احنا نشوفه يعني في اداره النادي الاهلي، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا وحاجه كبيره جدا للاداره. يعني اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، بجد ترحيب بضيف العزيز كابتن حسام غالي. هاخد بس بعضا من الاجابات على الاسئله اللي كانت موجوده لحضرتك. يعني ليه بيقول لك اخترت المجال الاداري مش الفني؟ الفني هكمل حياه الكوره زي اصل مدير فني زي لعيب الكوره، نفس الحياه بالظبط. يعني التزام بتمارين، معسكرات، سفر باستمرار. وحضرتك عارف طبعا ادرى مني وعشت التجربه دي، لعيب الكوره بيبقى بعيد عن اسرته طول الوقت، فهيبقى صعب اكمل الموضوع ده، وبعدين ضغط عصبي برضو شديد يعني مش مستحمل ما استحملوش. وانا بسالكم تاني من الهاشتاج اللي احنا عاملينه واجه سؤالك للكابتن حسام غالي. محمد علي الحقيقه بينجدك، هو موجه لك نداء يعني، تقريب وجهات النظر مع حسام عاشور كابن من ابناء النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي بتبقى صعبه وانت لسه داخل مجلس ان شاء الله اذا ربنا كتب لك التوفيق. يعني حسام عاشور قعد كتير جدا كابتن في النادي الاهلي، لكن بتبقى في قضايا شائكه، يعني ما حد يقول لي ايه راي حسام غالي في عوده رمضان صبحي، او مثلا حسام عاشور بتتصرف مع الاسئله دي ازاي، او ممكن تواجهها ازاي؟ يعني بتبقى اسئله صعبه، انت بين نارين، نار ان زماله لعيب زي حسام عاشور عمره ما عمل مشكله جوه النادي الاهلي كلعيب، ما تسمعلوش صوت، يلعب ما يلعبش، يعني من اكتر الناس برضو اخذ بطولات ومثل النادي الاهلي، دي حاجه. والنار الثانيه مبادئ النادي وشخصيه النادي، و انا كلعيب ويعني محب لحسام واي حد مشي من النادي الاهلي بصوره مش طيبه وعلاقته بالنادي انتهت، انا ببقى حزين عليه وابقى زعلان، وكان نفسي يختم حياته جوه النادي، يبقى ليه كارير سواء فني او اداري جوه النادي الاهلي، عشان هما الناس دي تربت وعارفه يعني ايه النادي الاهلي. فانت بين نارين، نار الصداقه وفي نفس الوقت نار مبادئ النادي الاهلي، فالموضوع مش هيبقى سهل يعني. مش هيبقى سهل طبعا، الموضوع مش سهل سواء بالنسبه لحسام او لرمضان مثلا. في تقديري والسنين اللي عشتها جوه النادي الاهلي والمواقف اللي حصلت قبل كده ومواجهه مجلس الاداره ليها والتزامهم بالقرار، بتهيألي الموضوع بيبقى صعب يعني. بيبقى صعب شويه. حسام احيانا بني ادم لما بيقعد يراجع نفسه كده بيبقى عنده حته ندم، مش ندم اللي هو معنى الندم الناس بتفهمه، لكنه قرار تصرف الواحد عمله. فلما بنيجي مثلا على توتنهام وانت كنت ما شاء الله يعني بدات تعلى بشكل غير عادي، وتصرف عصبي حصل لك بالفانيلا، ما بنحبش نجيب الصوره طبعا، في وقت كانت الناس بتقول انه ممكن حسام غالي بيتحرك على انديه تانية، يعني هل بالفعل كان عندك عروض وانت في توتنهام لسه قبل المشكله انك تتحرك؟ هل مثلا كان في كلام على الريال زي ما البعض قال او البارسا، كنت تحب اني نادي فيهم؟ وهل لما بتستعيد الذكريات دي بتحس انك اخطات؟ اخطات طبعا، لازم اللعيب يبقى ماسك نفسه ويفرق بين حاجه، ان علاقتك بالجمهور وعلاقتك بالمدير الفني او الاداره الفنيه حاجه تانية، مهما كان او اي حاجه بتحصل ما تتعداش الحد ده. لو خلافك مع مدير فني يبقى جوه اوضه اللبس تتكلم مع مدير الفني، لكن بالنسبه لجماهير توتنهام هم شافوا الرمي التيشيرت ده اهانه للنادي والاسم وتاريخه والتيشيرت بتاعته، فشافوا ان الموضوع ده إهانة ليهم، فكان في صعوبة إن أنا أرجع تاني النادي. لو في نادي كان بيكلمني أو عروض في الفترة دي، أنا جالي مكالمة مرة من وكيل أعمالي وأنا في الموسم ده، قال لي مانشستر يونايتد بيتابعوك
شايفين ادائك في الفتره دي كويس وبتاع وركز وخلي بالك. يعني دي مسج قبل موضوع التيشيرت والحاجات دي في خلال الموسم يعني، لكن حاجه رسميه او عروض رسميه ما كانش فيه طبعا. كنت تحب تروح البارسا ولا الريال؟ انا لا مش فارق معايا، بس كرة البرشا البارسا برشلونة تمشي برضه البارسا تليق معايا اكتر يعني، احب كرة برشلونة اكتر. جالك عرض وانت يعني ساعة ازمة توتنهام جالك عرض انجليزي ثاني كان برضه دوري ممتاز على ما اظن كان مين ورفضت ليه؟ جالي برمنجهام ورحت فعلا كويس ومضيت وعملت كشف طبي ونزلت التمرين مرتين ثلاثة وشفت الحالة الفنية للفرقة قارنتهم طبعا بتوتنهام فالمستوى بعيد تماما بعد ما مضيت وبعد ما نزلت التمرين تماما بعيد وما حسيتش ان انا ممكن هبين نفسي كويس في الفرقه دي. طريقه لعب مختلفه غير طريقه لعبي، يوم بيلعبوا كور طويله بس محترف في الدوري الانجليزي في برمنجهام طبعا ما دي برضو غلطه من الغلطات، بس ما اعرفش وربنا ما كانش رايد وصليت استغفارات كتير جدا، ما كان الدنيا كانتش ماشيه يعني. وعشان وكيل اعمالي في الفتره دي ما كانش مرخص في الفيفا يعني ما عندوش رخصه قالوا لازم تمضي العقد تاني تمضي عقد تاني، وكان واحد يبقى مرخص من الفيفا هو اللي يمضي على العقد. قلت الحمد لله جت من عندهم يعني. ورجعت على الاهلي ورفضت؟ لا ما رجعتش على الاهلي ساعتها رفضت امضي العقد على السعوديه رحت بعد كده رجعت على توتنهام بعد كده رحت ديربي كاونتي 6 شهور اعاره وبعد كده رجعت تاني على توتنهام قعدت فتره وخدت مكان في الفرقه كان مع هاري ريدناب وبدات اخش السكور وفي ماتش كان على ارضنا كنت هنزل طبعا الجماهير كلها صفرت وما نزلتش عرفت ان مستقبلي خلاص في الفرقه دي خدت القرار ان تقترحل خلاص جالي عرض من السعوديه النصر السعودي ورجعت عليه. سنه حلوه في السعوديه؟ كانت اول سنه حلوه جدا يعني اتبسطت فيها واديت اداء كويس ورحت من خلال النصر السعودي كنت غايب برضو فتره عن المنتخب المصري رجعت المنتخب وخدنا كاس افريقيا اللي هي 2010 في انجولا فكانت فتره حلوه جدا في النصر. حسام غالي بنجوميته الكبيره في النادي الاهلي وقيادته وكابتنته هل مع المنتخب كان بنفس التوهج والبريق؟ مع المنتخب؟ في الفترات اللي لعبتها في فترات حرمت منها برضو ما اعرفش 2006 كان المفروض ابقى متواجد بعت لي فاكس من المنتخب ان انا اتواجد كنت ساعتها في فاينورد ونزلت القاهره بناء على الفاكس اللي بعت لي ده والانفيتيشن اللي بعتت لي ما لقيتش حد يكلمني ومستني حد يكلمني عشان اعرف المعسكر فين او هنتجمع امتى او اي حاجه ما حدش كلمني كانت غريبه جدا الموضوع ده بالنسبه لي وما اتكلمتش مع حد وفوجئت استبعادي في الجرايد استبعاد حسام يعني غالي بعتوا استدعوك بفاكس رسمي وجيت لقيت نفسك مستبعد في الجرايد على الرغم انه دايما علاقتك بالكابتن حسن شحاته كانت قويه علاقتي بيه كويسه كابتن حسن طول الوقت ودلوقتي يعني بس معرفش في 2006 ليه حصل الموقف ده وكنت حزين جدا طبعا لكن الحمد لله ربنا عوضني حاجه تانية بقى يعني كنت في البيت فجاه كلمني وكيل اعمالي قال لي انت فين؟ قلت له في البيت في مصر قال لي توتنهام بيتفاوض مع فاينورد وعايزينك خلاص في نفس التوقيت في 2006 في نفس التوقيت في شهر 1 2006 انتقالات الشتويه وكان البطولة في 1/2006 هنا في القاهرة رحت شادد الرحال على رحت رايح توتنهام طبعا انا فاكر كان ساعتها مطلوب جواب من الاتحاد اظن طبعا عشان الدولية بالظبط انا فاكر انا فتحت لك الاتحاد بالليل هو اتعمل الجواب ده ورحت صح كان انا كنت لاعب رئيس اتحاد يا جماعه في التوقيت ده كان لازم 75% اشتراك وانت كنت مشارك بس كانت المشكله توقيت الجواب نفسه واوقات العمل الرسميه وكده وقررت ان انا افتح الاتحاد ساعتها عشان الحق ابعت الخطاب اظن كنا في الديدلاين على ما اظن كابتن حسام
في التوقيت ده. و2008 طبعا كنت موجود مع المنتخب البطولة بتاعت غانا في المعسكر التمهيدي للبطولة، وحضرت كل ولعبت كل الماتشات الودية وكل حاجة. وجالي عرض من ديربي كاونتي، واستأذنت الكابتن حسن شحاتة ساعتها ان انا اسافر. قلت له كابتن البطولة خمس ماتشات، لو صعدنا فاينل دي خمس ماتشات او ست ماتشات، وممكن العبهم وممكن ما العبهمش. ايوه. وفي ديربي في لسه 15 16 ماتش تقريبا في الدور الثاني، هلعبهم بصفة اساسية، فبين نفسي تاني واوري نفسي للناس عشان نبقى اكمل هناك في انجلترا. يعني كان متفاهم جدا الكابتن حسن ساعتها، وقال لي اللي انت عايزه اللي انت شايفه واعمله. فقلت له خلاص يا كابتن انا اروح ديربي، ديربي كاونتي يعني. وما رحتش معهم غانا، خدوا البطوله ساعتها، وكانت احسن بطوله. احسن بطوله. بس انت لعبت ما شاء الله، لعبت في انجولا. لعبت في انجولا. لعبت مثلا ماتشات تقريبا في انجولا. لعبت كل الماتشات يعني بين اساسي وبنزل. بين مين اكتر مدرب في المنتخب ارتبطت بيه؟ ارتبطت بيه هو كابتن حسن. اطول فتره قعدناها مع كابتن حسن وارتبطنا. وبرادلي كنت بحب برادلي جدا، وبحب طريقته في التمرين. شايف انه مدرب كويس جدا. حظكم كان وحش في الماتش الفيصل بتاع غانا قوي. قوي. ماتش كان غريب جدا، ومش مش فاهمه لغايه دلوقتي. مش فاهمه. مش فاهمه لغايه دلوقتي، والظروف اللي احنا لعبنا بيها الماتش والاداء والنتيجه كمان لغايه دلوقتي مش مستوعبها يعني. خلينا نروح لواحد من اصدقائك الجمال برضو، اللي كان ليه تجربه احترافيه رائعه. انا وجهه نظري دايما انه واحد من افضل لعيبه الكره اللي انجبتهم مصر، لكنه يعني الظروف ما كملش مسيرته، لكن دايما بحبه. دلوقتي بقى منافس قوي في الاعلام، احمد حسام ميدو. حسام مساء الفل، ومساء الفل عليك يا كابتن شوبير، ومساء الفل على كل السادة المشاهدين. حسام غالي واحد من أجدع وأنقى الشخصيات اللي عرفتها في حياتي. راجل طول عمره من هو طفل صغير، راجل مخلص للنادي الأهلي، وراجل اتربى داخل جدران النادي الأهلي. بتمنى لك التوفيق يا حسام، ومفيش حد أقدر منك من تمثيل النادي الأهلي وتمثيل لاعبي كرة القدم داخل مجلس الإدارة. إن شاء الله واثق من نجاحك، وواثق إن أعضاء الجمعية العمومية في النادي مقدرين تاريخك وبيحترموك وبيحبوك، وعارفين إن أنت تقدر تكون كادر إداري مميز جدا، وتقدر إن أنت تكون إضافة كبيرة جدا لمجلس الإدارة. أنا كنت سعيد جدا إن كابتن محمود الخطيب يعني اختارك في قائمته، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في يوم من الأيام هتكون رئيس النادي الأهلي. تحس إنه من الزملاء الأنقياء ميدو؟ جميل طبعا. ميدو بحبه على المستوى الشخصي، واحنا اخوات يعني، بنعرف من بعض نعرف بعض من زمان جدا، ونضيف وبيحب اصحابه جدا، و جدع، بيحب يساعدهم، بيحب يساعدهم قوي يعني. بيساعد كل اللي حواليه. وميدو من الشخصيات الجدعه يعني، جدا 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 يعني. اختصرت له عليه جدع. وشاطر طبعا يعني، شاطر. اي حاجه داخل فيها ما شاء الله ما شاء الله، كسر الدنيا. كوره، اعلام، تدريب. حابب انه يرجع تدريب تاني يا حسام؟ لا خليه على عنده افكار ولا كمدرب. ميدو ميدو انا مقتنع بيه جدا كمدرب. وبيفهم كوره كويس جدا قوي. بس انا دايما بقول لميدو انت لو ركزت هتبقى احسن من كده مليون مره في التدريب. في التدريب مليون مره. انا ميدو دماغه بتعجبني جدا. بس هو لو ركز هيبقى في حته تانية كمدرب. ركز يا ميدو. حسام غالي بيقول لك ركز، واحنا كمان بنقول لك ركز، لانه فعلا احمد حسام ميدو من الناس فعلا انا بحبهم على فكره. ليه بقى كمان؟
عمري ما طلبته في عز نجوميته في أي مكان لعب فيه، في مارسيليا، في إيطاليا، في إنجلترا، في أي حتة ما يكون في أجازة في مصر وأطلبه في حلقة يجي، وعمره هو زي حالتك كده أو زي حضرتك كده، عمره ما تقاضى مليم. طب ليه عامل فينا كده؟ والله ده حقيقة. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع الكابتن حسام غالي. كابتن حسام غالي، في تجارب احيانا بتفرض نفسها على الواحد، تجربه مجلس النواب كنت متوقعها؟ جت ازاي؟ ولما جت ودخلت المجلس تعاملت مع الامر ازاي؟ لا عمري ما توقعتها في حياتي. عمرك ما توقعتها؟ لا طبعا. جت ازاي؟ فوجئت بتليفون جالي في مقابله الساعه كذا في الحته الفلانيه، ورحت عندك مانع تبقى عضو مجلس نواب يعني معين؟ لا طبعا ما عنديش مانع. اي شرف كبير يعني. وحابب اخد التجربه دي واخد الخبرات بتاعتها يعني. بس فتمام خلاص، تكلمش مع حد بقى لغايه ما الامور تبقى. تكلمش مع حد؟ ما تجيبش لحد يعني لغايه ما الامور تبقى تمام واكيده. انت مش 100% داخل. انت مرشح. فلغايه ما نعلن يعني. فقلت له تمام خلاص وخرجت. بعد فتره بقى شهر وشويه تقريبا اعلنوا خلاص ودخلت مجلس النواب. ممارسه وبعدين تصعيدك من امين سر اللجنه الى وكيل اللجنه. اصل انا حافظ بقى القصه دي يعني. شايفها ازاي؟ شايفها اضافت لحسام غالي يعني؟ ولو كانت هناك اضافه، ايه نوع الاضافه؟ لا اضافت طبعا لحسام غالي يعني. معين كمان دي من قبل الرئيس الجمهوريه، دي حاجه شرف كبير يعني. نعم اضافت خبرات كبيره جدا يعني في كل المجالات. انت انت جوه المجلس عندك كل الاخبار، كل القضايا بقوانين الدنيا كلها تبقى قدامك يعني. في المجال بتاعي كمان تحديدا الرياضة يعني، شايف الصورة أكبر وأشمل وأعم من فوق يعني، شايف الدنيا كلها من فوق. فأكيد هتفيدني بشكل كبير في الـ في في في, في كارير الإداري اللي أنا داخله ده يعني. يعني مجلس إدارة مع مجلس النواب وجوه المجلس وجوه اللجنة شباب والرياضة، طبعا هستفاد كتير جدا واستفدت اوريدي خبرات كتير. استفدت طبعا في قصتكم مع إدارة اتحاد الكرة أو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، كنتوا عناف أو ما أعرفش، كنتوا يعني موقفكم كان شديد قوي جدا يعني في هذا الأمر، وفي الآخر انتهى إلى جماعة عمية يوم 28/11 ومن ثم انتخابات. اتعاملتوا مع الأمر ده إزاي؟ وأنت بالتحديد اتعاملت معاه إزاي؟ اتعاملنا معاه ازاي؟ زي ما حضرتك شفت وتابعت والناس كلها تابعت، ان كان في قضايا جوه اتحاد الكوره لازم تتشاف وتتعرف للناس، وكان في طلبات احاطه كتيره جدا من نواب بقضايا فساد جوه الاتحاد الكوره، وبناء عليه جه ممثل الاتحاد وناقشناه ووجهنا له الاسئله دي كلها وجاوب في حاجات. ودكتور محمود حسين رئيس اللجنه بعد الاسئله وطلبات الاحاطه والمناقشه اللي كانت يعني تقريبا 4 ساعات او اكتر، ساب الجلسه مفتوحه وطلب من رئيس الاتحاد الحالي ان هو يجيب
مستندات تثبت ان كلامه او حاجات تبقى كلها موثقة يعني. ودعاه تاني مرة لمجلس النواب ولكنه ما حضرش. بس في بقى حاجات بلاغات راحت للنائب العام ما اعرفش اتحقق فيها او لا. بلاغات من عندكم من المجلس؟ من المجلس من النواب راحت وما اعرفش دلوقتي اتحقق. شايف الدعوة الجماعية عمومية 28/11 وبعدين اجراء انتخابات، شايف ان ده كان انتصار لمجلس النواب واللجنة الشباب الرياضة؟ مليون في المية انتصار ومش تدخل حكومي بقى فيه. خلاص بقى فيه ده مش تدخل حكومي، ده مجلس النواب. ده هو جهات الرقابة يعني. دايما كانوا بيبقى فيه بابا تدخل حكومي والنشاط توقف وفيفا والعلاقات الناس بالفيفا والكلام ده كله. خلاص بقى يعني شايف ان الرياضة برضو كابتن شوبير راحة في اتجاه كويس يعني. الناس بدأت تهتم وعايز الكورة والرياضة بشكل عام تبقى في حتة كويسة، والناس مركزة جدا وشايفها في الفترة اللي جاية تبقى فيها حاجات حلوة يعني. بمناسبة الرياضة رايحة في اتجاه تاني، الحقيقة برضو من الحاجات اللي أسعدتني شخصيا أنه ثلاثة من زملائنا من نجوم كرة القدم، نبدأ بالكابتن محمد عمر كابتن مصر وكابتن نادي الاتحاد السكندري وكابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي واحد كباتن المنتخب الوطني والنجم الكبير كمان كابتن حازم امام نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر، امر بيسعدني جدا الثلاثه موجودين في مجلس النواب. لكن كانت هناك رساله من الكابتن حازم امام للكابتن حسام غالي. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. يعني يمكن ترشيح حسام غالي لمجلس إدارة النادي الأهلي أكيد أي حد لعيب كورة مبسوط بيه يعني. كلنا بنبسط إن إحنا في الفيلد ده نلاقي حد مننا بيمسك في إدارة نادي ونادي كبير زي النادي الأهلي، فأكيد كل لعيبه الكوره او كل رياضيين بيبقوا مبسوطين لما يلاقوا حد واخد كارير ان هو كان لعيب وكابتن النادي وبعدين بيخش مجلس اداره، فاكيد اي حد بيبقى مبسوط طبعا بالقرار ده، خصوصا كمان حسام غالي شخصيه محترمه ومرموقه ومعلوش غبار يعني، راجل عايز يشتغل ودايما بيحب الشغل حتى هو لعيب باين عليه يعني. حسام غالي ممكن يعني دي اول دوره ليه طبعا، لسه هيتعلم فيها كتير لان الاداره مختلفه عن من جوه غير من بره، خصوصا نادي كبير زي النادي الاهلي. يمكن انا مريت بالتجربه دي في 2009، بتبقى الامور مختلفه تماما يعني. انا كمان طلعت من الكوره على طول على مجلس الاداره، وبرده قعد حوالي سنتين ثلاثه او اربع سنين بعد التبطيل برده اشتغل في حته الفنيه شويه او في الاداره الكرويه كمدير كوره. الامور بتختلف طبعا، هيبقى بالنسبه له اول اربع سنين دول هيشوف حاجات كتير وهيتعلم حاجات كتير جدا. لكن انا بشوف حسام ان شاء الله يعني هيبقى واحد من اهم الناس الكوادر الاداريه في النادي الاهلي. هو بقى حسب طموحه، عايز يبقى رئيس النادي، عايز يبقى نائب رئيس نادي، حاجه طبعا تخص الجمهور الاهلي والجمعيه العموميه بتاعته. انا ما اقدرش اقول ايه، بس هو كشخصيه حسام هو عنده طموح اكيد وشخصيه محترمه جدا يعني. هايل حسام غالي في البرلمان، هايل ومتواجد ومركز وبيسال على طول في الاجتماعات يعني انا يمكن دي الاول حاجه لحسام يخش فيها اداريا او يعني نتكلم في حاجه مع بعض بره الكوره شويه. فانا يعني يمكن انا كان ليا تجارب برضو اداريه اكتر شويه، بس هو فاجئني بصراحه، على طول مركز وعلى طول بيسال وعلى طول بيجي له اي حاجه. مثلا من احنا بيجي لنا طلبات كثيره من الناس، اللي عنده مشكله، اللي عنده في حصلت حاجه، بيتكلم على طول ويطلع وبيتكلم هنحل ازاي المشكله دي، هنحاول نعمل ايه في الموضوع ده. يعني انا ترشحت وانا اصغر سنا، كنت في اتحاد الزمالك برضو، ده تسلسل طبيعي للعيبه كوره بشخصيه قياديه بشخصيه محترمه ان هو بيشوف نفسه كاداري او كمجلس اداره. ف يعني انا يمكن عملتها قبل حسام بحكم ان انا اكبر منه سنا يعني، ان شاء الله هو كمان ربنا يوفقه فيها. وانا اكيد في الزمالك في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله برضو ان شاء الله. بس انا يعني انا خدت التجربه الاول وبعدين خدت اتحاد الكوره شويه، و يعني نكون خبرات. يعني موضوع خبرات مهمه لازم تستفيد بيها وتتعلم منها وما تكررش اخطائك تاني. الواحد اكيد اخطا في حاجات كتيره،
فان شاء الله نخش الزمالك واحد يكون على قد المسؤوليه باذن الله ان شاء الله. كابتن حسام، اذا كان هناك اجماع من الاهلاويه على اسمك فهناك اجماع من الزملكاويه على اسم حازم امام، وهناك اجماع او شبه اجماع هنا نقول من الجميع على حسام غالي وحازم امام. اولا حازم امام معاك في البرلمان مدفيك بلغه الكوره بقى بتاعتنا. اه طبعا. ونفس الرقم اربع سند. طبعا. داخلين الاثنين مع بعض ما كناش عارفين حد ونعرفش حاجه وفي لجنه واحده وبناخد بيت بعض يعني. حازم من الشخصيات الجميله جدا، انا بحبه من زمان وهو لعيب وبعد الكوره برضو يعني انسان رائع ومتواضع جدا قلبه ابيض برضو جدا. مع بعض على طول في مجلس النواب بقى، في اول مره يصرح انه هيبقى في مجلس اداره نادي الزمالك، ما صرحش الدوره دي ولا اللي بعدها. انت حابب تشوف حازم امام في اداره الزمالك؟ حابب تشوفه في منصب ايه في اداره الزمالك او المنصب اللي يليق بيه دلوقتي، ولا تشوفه في اتحاد الكره الانتخابات القادمه او الدوره القادمه؟ هو حازم يفت اي مكان هو يروحه يعني. حازم شخصيه جميله، وزي ما حضرتك قلت الناس كلها مجمعه على حبه يعني واخلاقه سواء في الملعب او خارج الملعب، وشخصيه اداريه كمان يعني مبشره بالخير يعني. خد خبرات كبيره اداريا سواء في اللجنه الاولمبيه او النادي الزمالك او اتحاد الكوره، فلو اترشح في اتحاد الكوره طبعا يبقى اضافه، نادي الزمالك طبعا اضافه، بيته لو ترشح الزمالك جاي مستني منه كتير يعني. لو ترشح في انتخابات الزمالك القادمه ترشح على منصب ايه؟ يترشح على منصب ايه؟ انا وجهه نظري المتواضعه حازم ممكن يخش نائب رئيس وبعد كده الدوره بعدها رئيس نادي الزمالك. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا رسالة أخيرة للكابتن حسام غالي ثم أسئلة سريعة. اللي بتستريح لها يعني حسام عنده مميزات تخليك تحبه من غير ما يعني بعيدا عن الكوره يعني. حسام من الناس القليله جدا اللي في مصر اللي لما تقوم تبقى واثق ان هو بيتكلم عليك بشكل كويس يعني. عمري ما شفته في حياتي ان هو بيتكلم على حد بشكل وحش، فده لوحده بني ادم تحس ان ينفع يبقى صاحبك فعلا. حسام قيادي وبشكل يعني مش قيادي يعني، في قياديين يبقى قيادي بس ما يجي ينفذ ما بينفذش اللي بيدي التعليمات زي ما بيدي التعليمات. حسام قيادي ولما بيعمل حاجه او لما بيقول تعليمات لحد مثلا بتلاقيه بيعمل زيها بالظبط يمكن قبليه كمان. حسام غالي ملتزم بشكل كبير جدا حتى بعد ما بطل الكوره. انا ده طول عمري شايف قبله حتى ما حسام يبقى من فتره كبيره وهو بيلعب كوره، انا شايف ان حسام ولي العهد يعني. كابتن بيبو ربنا يديله الصحه، واول ما يقرر كابتن بيبو ان هو ما ينزلش طبعا، لان احنا اكيد كابتن خطيب اول ما هينزل احنا معاه على طول. انا شايف ان الولي العهد لهذا المنصب يعني هيبقى حسام غالي في وقت من الاوقات، طبعا مع التدرج اللي احنا عارفينه في النادي الاهلي وتربينا عليه طبعا كلنا. فحسام غالي انا شايف ان هو مناسب جدا في الوقت ان هو ينزل عضو مجلس اداره، وان شاء الله مع التدرج قريب جدا، واعتقد جمهور الاهلي كله عايز حسام غالي في وقت من الاوقات طبعا لما كابتن خطيب ما يبقاش عايز ينزل يعني. هيبقى حسام غالي كرئيس نادي الاهلي ان شاء الله. وانا شايف ان حسام غالي كمان نازل في قائمه بتاعت كابتن خطيب، فيعني التركيبه صعبه قوي يعني حد ينزل قدامها. اي حد مع كابتن خطيب انا من وجهه نظري ان هو بنسبه نجاحه بتبقى 90%. دي وجهه نظري. حسام غالي ان شاء الله بنسبه 100% كده يعني ان شاء الله ان هو محبوب جدا من جمهور النادي الاهلي ومن الجماهير العموميه. حسام غالي مبدئيا ما ينفعش يمثل خالص يعني. حسام غالي ما ينفعش يمثل خالص. حسام غالي زي ما بقول لك كده هو راجل ملتزم جدا،
مش قصدي ان الممثلين مش ملتزمين، بس قصدي ما يعرفش يتلون، ما يعرفش يعمل شخصيات، ما دي مش مش بس لو قلنا ان هو ممكن يعمل ادوار ايه، حسام غالي ممكن يعمل افلام رعب لانه كان بيخوف العيال في الملعب اللعيبه في الملعب، فحسام غالي ممكن يعمل افلام رعب. طبعا غلبت حسام كتير ولا ايه؟ ولا لعبنا كسبتك؟ لعبنا مع بعض كتير ولعبنا ضد بعض كتير، انا كسبت هو خسر يعني. لا بلاي ستيشن انا بكسب مادو ابنه، هو المفروض لعيب كويس قوي، فانا لعبت مادو ماتشين وكسبته، ومادو لو بيتفرج دلوقتي حاول يكبدني مش عارف. انا فاكر كويس قوي ان في ماتش كان تقريبا ماتش وادي دجله، وكان متعب كان صايم عن التهديف بقاله فتره، والكره قدامه جول فاضي حسام غالي اما مديها لعماد عشان يحطها. دي بالنسبه لي بني ادم يعني مش عارف اقول لك ايه، بس ما فيش حد يعمل حركه زي دي مثلا. ده حسام غالي مبسوط ان احنا اصدقاء انا وانت، وانا بحبك جدا وانت عارف كده، وبعيدا بقى ان انا بحبك بنتكلم على ان احنا الاثنين بنحب النادي الاهلي اكتر ما بنحب بعض، فانت تستاهل ان انت تكون عضو مجلس اداره، وتستاهل ان انت تكون من قائمه الكابتن خطيب، وتستاهل ان انت في يوم من الايام ان شاء الله تكون رئيس النادي الاهلي، وانا بدعمك بقوه، وهفضل ادعمك بطول الوقت ان شاء الله طالما ده لمصلحه النادي الاهلي، وانت اخويا وانت عارف كده كويس، وكل سنه وانت طيب. مش عارف على ايه، مفيش كل سنه وانت طيب، مفيش مناسبه، بس انت عارف ان انا بحبك. وكابتن شوبير طبعا اوجه لك السلام، وعايز اسال سؤال كابتن شوبير، هل كنت متفق حضرتك وكابتن هشام يكن ان انتوا تغيروا من قانون الكوره في كاس العالم ده؟ انا عايز اعرف يعني، كنتوا بيرجع لك الكوره فتمسكها، فده تغير قانون كامل عشانها، فهل ده كان فيه اتفاق؟ وعايز اقول لك ان اوفا ابنك انا لعبت معاه كذا مره وشفته في كذا تمرين، لو ركز معلش يا كابتن هيبقى اجمد منك بكتير. حبيبي يا كريم، طب استر عليا، يا ربنا يستر عليك يعني في الاخر كده. قصه تغيير القانون دي قصه كبيره على فكره، مش انا سببها، بس ابقى احكيها بعدين. بس انت السبب فيها والله منها، ابقى احكي لك بعدين. انتوا احنا ماشي، احنا يعني ندفنوها مش ندفنها يعني كلنا، بس ترجعوا الكره لبعض ما يصحش، اذا كان يعجب ما يصحش. تعادلنا مع هولندا وتعادلنا مع ايرلندا، لكن انا حابب العلاقه الجميله دي. يا طبعا كريم حبيبي يعني، راجل احنا اصدقاء على مستوى الاسر يعني، بنشوف بعض بصفه مستمره، وانسان جميل برضو كريم فهمي، وشكرا على الكلام الحلو ده. لكن افلام رعب ليه؟ ليه افلام رعب ليه يا كيمو؟ بس عشان بتخاف العيال. لازم قبل ما اختم اسالك على لميس زوجتك الجميله. هو انت بتحب لميس؟ عشان كل شويه كده، عشان يعني كل حلقه لازم تسال على لميس. بنتي وعلى فكره موجوده بره وبتيجي، بحبها زي هند بالظبط. لميس وهند وسلمى عندي في معزه واحده يعني. فلازم اسالك وعلى دورها في حياتك، وازاي قدرت تستحملك كل ده. خلي بالك بقى، والدها ووالدتها ست اللواء يعني، والوالده واخواتها واسره جميله يعني. طبعا طبعا لميس مستحملاني ازاي؟ الحمد لله، عشان انا راجل مسالم جدا جدا، رومانسي جدا جدا، صوتي واطي مبيعلاش، بعملها كويس. خليها تدخل الاستوديو لو سمحت. اشتغل تدخل. لا ربنا لا يخليهاني طبعا. انا في نعم كبيره، ومن ضمن النعم دي هي لميس في حياتي يعني. نعم. ربنا يخليها لي ونبقى مع بعض طول مدى الحياه ان شاء الله يا رب. ربنا يخليها لنا. ماضي وسليم حبايبي، دور ان شاء الله اشوفهم لعيبه كره قد الدنيا ويحققوا حلمهم، واشوف فيهم اللي ما شفتهوش في نفسي ان شاء الله. حد فيهم في الاهلي؟ الاثنين والله. ماشيين كويس بيلعبوا؟ الحمد لله بيتمرنوا كويس. محمود شويه جوه السكور، بره السكور شويه. بس الحمد لله بيتمرنوا. هيعانوا بقى من ابناء العاملين والقصه دي ليه؟ زي ما احنا بنعاني يا عيني. مصطفى بعت لك مليون رساله. انا ماليش دعوه بيهم ومش بتدخل خالص. ويلعبوا او ما يلعبوش دي بتاعت المدربين يعني. نعم. مش ماليش اي علاقه بيهم خالص يعني. بالمناسبه هو يعني انا حواري، انا عندي اسئله كثيره بس حواري خلص. بس قصة المنشطات والمحنة اللي انت تعرضت لها وإصرارك على انك تخرج منها منتصر، ممكن تحكي لي في دقيقة؟ في دقيقة دي صعب، ده عايزة فيلم. عايزة فيلم.
طبعا في 2010 عملت تحريم منشورات في السعوديه كان ماتش النصر والهلال السعودي. بعدها بفتره بعد ما رجعت من انجولا قالوا لي العينه ايجابيه وانت موقوف. ايه العينه دي؟ طلع ماده اسمها ايه اللي في المنشطات؟ تستوستيرون زياده. فطبعا انا راجل ما باخدش ادويه اصلا، ما باخدش اي فيتامينز ولا اي حاجه. فاستحاله. نعم. حاجه بالغلط يا يعني التحليل ده مش مظبوط. عانيت طبعا، كان حالتي النفسيه ما بنامش، وطبعا لميس برضو كان حياتها النفسيه صعبه جدا. ومستقبلي بيضيع يعني. صحيح. هتوقف سنتين. عادت الازمه عادت قد ايه؟ كنت موقف سنتين، خلصت بعد قد ايه؟ خلصت بعد شهر تقريبا شهر. او شهرين. بس عملت كده. عينه وسافرت المانيا وعملت محامي. سافرت ماليزيا وجبت ماليزيا. محامي وجبت دكتور طارق، كان دكتور بقى بالتحليل في المعمل هنا في مصر، ورحت فتحت العينه اللي هناك في ماليزيا وقسمت العينه نصين، وديت عينه تتحلل في المانيا يكون معمل نثق فيه يعني، ونشوف الاجراءات التحليل قدام بعينينا. لغايه ما اكتشف الدكتور طارق ان في اجراء ما حصلش. هرمون التستوستيرون ده بيبقى في الجسم، الجسم بيفرزه. نعم. فلازم يعمل تحليل تاني يبين ان الهرمون ده من من الجسم من ولا من جوه الجسم ولا من بره الجسم، ماده من بره الجسم. فده ما كانوش عملوه، ما عملناه في المانيا، طلع الحمد لله سلبيه و مقاتل. طيب الحمد لله، كانت تجربه صعبه جدا بس الحمد لله عدينا منها. نتمنى لك التوفيق دايما يا كابتن حسام. ان شاء حبيبي الله. حبيبي يا كابتن شوبير، شكرا، وبتبسط دايما في لقاءاتك، ودلوقتي عملت لي حلقه بصراحه عالميه، بشكرك عليها، وان شاء الله نلتقي في القريب ان شاء الله. بتشرفنا وتنورنا. حبيبي يا كابتن شوبير، ربنا يخليك. ضيفنا الكبير اللي كان منورنا النهارده الكابتن حسام غالي، يا رب نكون قدرنا نجيب على كل التساؤلات. خلصت حلقتنا، دائما وابدا نشوفكم على خير. مسك الختام دائما وابدا. سلام.